بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هبدأ دلوقتي في شابتر 2 في السكك. إحنا خلصنا شابتر 1 وحلينا الشيب بتاعه ومفروض امتحنا عليه وخلصناه يعني، فعايزين نشوف شابتر 2 بقى، عايزين نشوف بيتكلم عن إيه وإزاي نحل المسائل بتاعته. هي القوانين بتاعته كتيرة، دي مشكلته، بس في إن شاء الله في قوانين جيفن برضو كتيرة يعني، فإحنا إن شاء الله مش هنحفظ في الشابتر ده غير قوانين قليلة يعني، فعايزين نفهم بس إحنا بنعمل إيه، وإن شاء الله القوانين دي يكون أمرها سهل يعني. طيب الشابتر ده بقى بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن ان انا عندي مثلا، بتكلم عن مدينتين مثلا A و B وعايز اوصل بينهم بخط السكه حديد. طب خط السكه الحديد ده هل هيمشي في خط مستقيم؟ لا، فبقابل نوعين من الكيرفات، كيرفات راسيه وكيرفات افقيه. ايه الفرق بينهم بقى؟ كيرفات راسيه ده لو انا ماشي مع ميول الارض، يعني الارض عماله تطلع وتنزل تطلع وتنزل، فانا دي اسمها منحنيات راسيه. طب ايه بقى المنحنيات الافقيه؟ اللي هو أنا لو انا ماشي بقى ولقيت عائق قصادي هنا، فانا ما ينفعش امشي من هنا، فبعمل ايه؟ فبلف من حواليه. فالكيرفات الافقيه دي يعني لو انا عندي عائق وبلف من وراها، لكن الكيرفات الرأسية دي بتبقى ايه، خاصة بميول الأرض، يعني الأرض طالعة نازلة وطالعة نازلة، فلازم أنا أمشي مع التوبوغرافية بتاعة الأرض يعني. طيب هنتكلم عن أول حاجة بقى، المنحنيات الرأسية. طيب المنحنيات الرأسية دي زي الطرق اللي إحنا كنا بناخدها السنة اللي فاتت يعني، هي نفس القوانين بالظبط ونفس كل حاجة خدناها يعني. طيب إيه بقى اللي في المنحنيات الرأسية؟ لو أنا بتكلم، لو أنا عندي هنا ميل جي واحد وهنا ميل جي اتنين، فطبعا القطر مش هيمشي على اللي هو الميل كده، عايز يمشي على زاوية حادة، فبعمل إيه؟ فبوصل بين الميلين دول بكيرف. طيب فانا بقى عايز استنتج الحاجات من الكيرف دي، عايز استنتج طول الكيرف، نص قطر الكيرف، حاجات زي كده. طيب يبقى انا كده عندي اهو دلتا جي، دي اللي هي الفرق بين الميلين، وهنا الميول بتاعتي بتبقى من 1000 يعني، 3 من 1000، 4 من 1000، 5 من 1000. فالجي واحد ده اللي هو ميل الخط الاول، والجي اتنين ده اللي هو ميل الخط الثاني، وهو ده الكيرف اللي انا عايز اجيب الحاجات بتاعته، عايز اجيب اهم حاجه فيه اللي هو طول الكيرف ده، ونص القطر بتاعي عايز اجيب الار في، فعايز اجيب ال في وعايز اجيب ار في. طيب عايز بقى اشوف ايه العلاقات اللي انا استخدمها. اول حاجه هستخدمها او اول حاجه هجيبها اللي هي الدلتا جي، اللي هي الفرق بين الميول، اللي هي بتبقى الابسوليوت جي 1 ناقص جي 2 على 1000، ولازم اعوض عن جي 1 وجي 2 باشارتهم، يعني جي 1 موجب او سالب وجي 2 موجب او سالب. يبقى انا كده اول حاجه جبتها اللي هي الدلتا جي. تاني حاجه واهم حاجه بجيبها اللي هي الار في، اللي هو النص القطر اللي احنا كنا جايبينه، اللي هو نص القطر المنحنى بتاعي. يعني لو انا رجعت هنا، الار في ده نص القطر بتاعي بكام؟ فالار في ده ليها قانون اللي هو في تربيع على 127 في حاجه اسمها الفا، يعني الاف سي على دبليو دي حاجه اسمها الفا. الاف سي دي اللي هي قوه الطرد المركزيه، والدبليو اللي هو وزن العجلات. ما يهمنيش اف سي ودبليو، انا يهمني ان هما الاثنين على بعض كده اسمتهم على بعض اسمها الفا. فانا عندي الار في بتاعتي بتساوي في تربيع على 127 في الفا. طيب الفي هعوض عنها بالكيلومتر على الساعه. ايه الالفا دي بقى؟ اللي هي معدل زياده او نقصان العجله، سواء انا عندي كريست كيرف او ساك كيرف، واعرف ايه كريست او ساك كيرف دي. المهم ان هو يديني مثلا نسبه في المساله الالفا مثلا ب 2%، دي اللي هي اللي بيحصل يعني، لو هي مش جيفن الالفا تبقى على طول ب 2%. مش لو عوضت هنا عن الالفا ب 2% او 2% يعني، الاقي ان الار في بتاعتي 4 من 10 في تربيع. يبقى انا عندي الار في على طول لو مش جيفن ليا الالفا، تبقى الار في بتاعتي 4 من 10 في تربيع. طب لو هو عايز يلخبطني بقى وعايزني اشوف فاهم ولا مش فاهم، فيغير لك الالفا دي مثلا، يخليها لك مثلا 1%، فترجع انت بقى تعمل ايه؟ ترجع تقعد في القانون الجنرال ده، ما تقولش على طول ان الار في ب 4 من 10 في تربيع. امال ايه؟ تبقى الار في بتاعتي بتساوي في تربيع على 127 في الواحد من 100، هجيب من هنا بقى الار في بتاعتي. طيب انا كده جبت الار في، لازم اتشيك ان الار في دي تكون اكبر من الار في مينيمم. طب ايه الار في المينيمم دي؟ هي المينيمم الماكسيمم من قيمتين، ربع الفي تربيع و2000 متر. فانا اول بعد ما اجيب الار في اللي هي 4 من 10 في تربيع او في تربيع على 127 الفا، عشان لو هو غير الالفا يعني، اجيب الار في مينيمم واشوف الار في بتاعتي اكبر من المينيمم ولا اقل من المينيمم. لو اكبر من المينيمم خلاص، طب لو اقل من المينيمم يبقى انا كده هستخدم المينيمم بتاعي. طيب كده بعد ما جبت الار في وجبت الدلتا جي، ناقصني بقى اهم حاجه اللي هي ال في، اللي هو طول المنحنى بتاعي اساسا. يبقى طول المنحنى بتاعي لو رجعنا كده للرسمه تاني، اللي هو طول المنحنى بتاعي ده، اللي هو تقريبا هو الايه؟ الافقي يعني، بما ان الدلتا جي صغيره جدا يعني. طيب يبقى انا كده ال في بتاعتي بتساوي الار في في الدلتا جي. الدلتا جي انا جبتها فوق اللي هي جي 1 ناقص جي 2 على 1000، والار في لسه جايبها دلوقتي، اضربهم في بعض اجيب طول المنحنى. وطول المنحنى المينيمم بتاعي 20 متر، عشان دي هنستخدمها كتير قوي. يعني لازم اتاكد ان ال في بتاعتي تكون اكبر من ال 20 متر. طيب كده انا خلاص جبت كل حاجه تخص الكيرف. في حاجات زياده بقى ممكن يطلبها مني، ايه هي؟ دايما في السؤال بيديني منسوب البي في اي، اللي هي نقطه تلاقي الميلين دي، زي بقى الحاجات بتاعت الطرق. يقول لك هات لي بقى منسوب بدايه الكيرف اللي هي البي في سي، هات لي منسوب نهايه الكيرف، طب هات لي المنسوب عند اي نقطه. فهي دي الحاجات الزياده اللي ممكن تطلب. فاول حاجه لازم اعرفها ازاي اجيب الاليفيشن بتاع البي في سي، او اللي هي منسوب بدايه الكيرف. طب القانون بتاعه بيقول ايه؟ بيقول ان الاليفيشن بتاع البي في سي ده بيساوي الاليفيشن بتاع البي في اي، اللي هي تبقى جيفن ناقص ال فيرتيكال على 2 في جي 1 على 1000. وانا طبعا جيفن ليا جي 1، وانا لسه جايب ال فيرتيكال، اقدر اجيب من هنا الاليفيشن بتاع البي في سي.
طب الفيجن بتاع الاي في سي او نقطه نهايه الكيرف هو هو نفس القانون بالظبط، بس بدل الناقص موجب. واخد بالي بقى ان الجي 1 لو موجب اعوض عنها موجب، وجي 2 برضو لو موجب اعوض عنها موجب، ولو سوالب اعوض بيهم بسوالب. طيب كده انا جبت الفيجن بتاعي بقى بتاع البي في سي اللي هي نقطه بدايه الكيرف اللي هي دي، والفيجن بتاع الاي في سي اللي هي نقطه نهايه الكيرف بمعلوميه البي في اي اللي هي بتبقى جيف لينا. طيب لو طلب بقى عند اي نقطه مثلا عايز المنسوب، يعني عايز مثلا المنسوب هنا او هنا او هنا، فيقول لك مثلا عند اكس مثلا ب 10 متر، عند اكس ب 20 متر، يعني لو اداني اكس معينه عايز الفيجن بقى بتاع النقطه دي على الكيرف اجيبه ازاي؟ هشوف انا كريست كيرف او ساك كيرف. ايه كريست كيرف او ساك كيرف؟ كريست كيرف اللي هو الشكل ده، وساك كيرف اللي هو الشكل ده. يعني ايه برضو؟ كريست كيرف يعني جي 1 موجب، يعني جي 1 موجبه وجي 2 سالبه. طب ساك كيرف يعني جي 1 سالبه وجي 2 موجبه. طيب بس ممكن برضو تبقى الاولانيه سالبه وما تبقاش كريست، او الاولى موجبه وما تبقاش ساك، هنعرف الكلام ده قدام. يعني على العموم يعني ان هو كريست اللي هو الشكل ده اللي هو بيبقى موجب سالب، والساج اللي هو الجي 1 سالب والجي 2 موجب. طيب لو عايز اجيب بقى الفيجن عند اي مسافه اكس، لو انا كريست كيرف هو ده القانون اللي انا بستخدمه، الفيجن بتاع البي في سي واللي انا لسه جايبه دلوقتي طبعا، زائد الاكس اللي هي المسافه الجيفن في الجي 1 على 1000 ناقص اكس سكويرد على 2 ار في، الاكس جيف لينا والار في انا جبتها. طب في الساك كيرف بس بدل الناقص ده يكون موجب. واخد بالي برضو زي ما انا وانا بجيب البي في سي والاي في سي ان الجي 1 اعوض عنها باشارتها. طيب كده انا جبت كل حاجه، الفيجن بتاع البي في سي والاي في سي والفيجن عند اي منسوب هو عايزه. ناخد مثال مثلا لو مديني جي 1 سالب وجي 2 موجب، اول حاجه احددها اشوف انا كريست كيرف او ساك كيرف. طب جي 1 سالب يعني نازل وجي 2 موجب يعني طالع، يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده ساك كيرف. تمام، اول حاجه اجيبها اللي هي الدلتا جي، جي 1 ناقص جي 2 على 1000، واخد بالي ان دي بتبقى في الابسوليوت. طيب عايز اجيب الار في، طب الار في اجيبها ازاي؟ بمعلوميه المفروض لو انا عندي ال في هجيب الار في، هو جيف لي ال في، فهجيب ار في اللي هي ال في على الدلتا جي، كده انا خلاص جبت الار في. طيب هو طالب مني بقى ايه؟ طالب مني السرعه اللي ايه؟ اللي الخط ده هيمشي بيها. طيب مش انا عارف ان الار في ب 4 من 10 في تربيع، اعوض اجيب من هنا الفي بتاعتي. طيب ثالث مطلوب قايل لك بقى لو الالفا بتاعتي بقت 1.1%، يبقى كده الار في مش ب 4 من 10 في تربيع. ارجع بقى للقانون الجنرال بتاعي ان الار في بتاعتي بتساوي في تربيع على 127 في الالفا اللي هي 1.1 على 100، ومن هنا انا معايا الار في اقدر اجيب الفي بتاعتي. يبقى هو تعويض مباشر بس انا عارف القوانين فخلاص يعني. طيب لو قال لي بقى هات الفيرجن عند اكس بتساوي ال فيرتيكال على الاثنين، ارجع بقى للقانون بتاعي اشوف انا كريست كيرف او ساك كيرف. طيب انا هنا ساك كيرف، يبقى ارجع للقانون بتاعي اللي هو الفيرجن بتاع البي في سي زائد الاكس في الجي 1 على 1000 زائد اكس سكويرد على 2 ار في، كل حاجه عندي اعوض في الكلام ده اجيب الفيرجن بتاعي. طيب بعد كده بقى زي ما انا قلت مش دايما ده يبقى كريست ودايما ده يبقى ساج، يعني قصدي مش شرط لما تكون جي 1 موجب وجي 2 سالب يبقى كده كريست، او جي 1 سالب وجي 2 موجب يبقى كده ساج. امال ايه؟ اشوف الاول انا بعمل ايه. اول حاجه انا عارف ان في الكريست الكيرف بتاعي بيكون شكله عامل كده، يعني بيطلع بيطلع وبعدين يروح نازل تاني. طب في الساج لا العكس بقى، الكيرف هو لما بوصل بين الميلين دول فالكيرف بتاعي بينزل بينزل وبعد كده بيطلع تاني، فهو ده الشكل اللي انا او ده الحاله اللي انا هبني عليها. لو مثلا قايل لي ان انا عندي جي 1 بسالب وجي 2 بسالب، يعني جي 1 سالب 4 مثلا وجي 2 بسالب 6، هشوف الكيرف اللي هيوصل بينهم عامل ازاي، اللي هو الكيرف ده هيكون شكله عامل كده. طيب اللي هو بيطلع وينزل ده، ده كان في كريست ولا في الساج؟ ده كان في الكريست، فدي تبقى كريست كيرف. فمش دايما ان هو اول ما اشوف اول حاجه سالب اقول ساج، لا لازم انا ارسم بايدي واشوف الكيرف بيطلع وينزل ولا بينزل ويطلع، فلو هو بيطلع وبعدين ينزل كده تبقى كريست، لو بينزل وبعدين يطلع يبقى كده ساج، عشان هي دي طبعا ببني عليها الالفيجن لان قانون الالفيجن في الكريست غير الساج. طيب في رسمه هنا مثلا قايل لي ان جي 1 بتساوي 0 وجي 2 بتساوي 10، هشوف برده ادي جي 1 0 وادي جي 2 بتساوي 10، لما اجي اوصل بينهم اوصل بينهم اهو بينزل كده وبعدين يطلع تاني، فدي كده بتبقى دي كده ساك كيرف. طيب فانا جبت جي 1 وجي 2 وهو مديني الفي وهو مديني برده الفيجن بتاع البي في اي، اقدر اجيب الدلتا جي واقدر اجيب الار في ببساطه برده، واتشيك برده ان الار في دي تكون اكبر من المينيموم بتاعي. طيب بعد كده هجيب ال في عادي جدا وتكون اكبر من ال 20 متر. فكده خلاص يبقى انا كده خلاص خلصت المنحنيات الرأسيه، عرفت ان انا في المنحنيات في المنحنيات الرأسيه هي هي زي الطرق بالظبط، بيكون عندي دلتا جي دي بجيبها وبشوف انا كريست كيرف او ساك كيرف، وبدلاله الكلام ده بجيب الار في اللي هي 4 من 10 في تربيع، واخد بالي لو الفا متغيره يبقى ارجع للقانون الجنرال بتاع الار في، طب ال في اللي هي الار في في الدلتا جي بس، فاشوف بقى انا برضو ساك كيرف ولا كريست كيرف عشان اقدر اجيب المنسوب عند اي نقطه. فدي كده كانت كل حاجه تخص المنحنيات الرأسيه. طيب هندخل ده بقى دلوقتي في المنحنيات الافقيه.
وعرفنا ايه الفرق بين المنحنيات الافقيه والراسيه، ان انا الراسيه بمشي مع ايه؟ ميل الارض، لكن المنحنيات الافقيه اللي هو لو انا ماشي ولقيت عائق فبحاول الف من وراه. فعايزين نعرف بقى ايه الكيرفات اللي ممكن تتعمل في حاجه زي كده. طيب اول حاجه في المنحنيات الافقيه واهم حاجه هي حاجه اسمها ارتفاع الظهر عن البطن. ايه بقى الكلام ده؟ حاجه اسمها ايه؟ ايه الايه دي؟ يعني خط السكه الحديد بيكون ماشي كده، بيكون عندي بيكون ماشي على القضيبين. طيب هل القضيبين بيكون ماشيين على نفس المستوى؟ لو القضيبين ماشيين على نفس المستوى وانا ماشي على كيرف، القطر هيتقلب. ليه؟ يعني انت تخيل كده ان القضيبين كده في نفس المستوى والقطر ماشي على كيرف، بيبقى في عندي قوه طرد مركزيه نتيجه ان انا ماشي على كيرف. طب ايه بقى القوه اللي اجنس القوه دي، او ايه القوه اللي بتقاوم القوه دي؟ مفيش هنا اي حاجه. فلازم انا اخلق قوه تكون مضاده لقوه الطرد المركزيه دي عشان القطر بتاعي ما يتقلبش. طب ده هيحصل امتى؟ ده هيحصل لو انا خليت قضيب مرتفع عن القضيب الثاني، يعني لو خليت فرق بينهم. فادي اهو قضيب داخلي مثلا وقضيب خارجي، وفي مسافه بينهم او مسافه راسيه اسمها اي، هي دي اللي اسمها ارتفاع الظهر عن البطن. يبقى الاي دي هي ارتفاع قضيب عن القضيب الثاني، بخلق بينهم مسافه راسيه وبخلق بينهم مسافه بين القضيب الداخلي والخارجي. طيب هتفيدني بايه المسافه دي؟ ان انا القوه بتاعتي كده هتتحلل للزاويتين، لما يكون انا عندي زاويه فاي مثلا ماشي على الكيرفات، فالقوه بتاعتي هتتحلل اف سي كوزين الفا واف سي ساين الفا، دي اللي هي قوه الطرد المركزيه، وبرده الوزن بتاعي هيتحلل، ادي قوه راسيه وادي قوه افقيه. فبالتالي انا خلقت قوه مضاده لاف سي كوزين اللي هي الدبليو ساين. فانا الميل اللي انا عملته ده اللي هو من الاخر ارتفاع الظهر على البطن، خلق لي او اداني قوه تقاوم القوه بتاعت الطرد المركزيه دي. فبالتالي لما عملت السوبر اليفيجن، لما انا رفعت القضيب الخارجي عن الداخلي، فبالتالي الوزن بقى ليه مركبه، فهي هتقاوم بقى قوه الطرد المركزيه. فلازم اكون عارف ان انا في المنحنيات الافقيه دي بعمل ارتفاع ظهر عن بطن، او بعمل سوبر اليفيجن اللي هو برفع قضيب عن القضيب الثاني عشان اخلق قوه مضاده لقوه الطرد المركزيه، فالقطر بتاعي ما يتقلبش. طيب قبل ما ابدا في حاجتين محتاج اعرفهم، حاجه اسمها جي كابيتال وحاجه اسمها جي سمول. طيب الجي كابيتال دي اللي هي ايه؟ اللي هي المسافه بين القضيبين من السنتر للسنتر، اللي هي تبقى حوالي متر ونص، يعني من القضيب من سنتر القضيب اليمين لسنتر القضيب الشمال مثلا بتبقى متر ونص. طب جي سمول اللي هي المسافه الداخليه بقى من القضيب للقضيب، تكون اقل منها اكيد، تبقى 1435 مللي. فانا بيكون عندي كذا اتساع، اتساع عادي، اتساع ضيق، اتساع واسع. ده بيكون على حسب الجي سمول بتاعتي بكام. احنا دايما او معظم الحالات يعني بنستخدم الاتساع العادي اللي هي بتبقى جي كابيتال ب 1500 مللي او متر ونص يعني، وجي سمول ب 1435 مللي. طيب انا كده عرفت خلاص المنحنيات الافقيه بتتكلم عن ايه، وعرفت ان انا بعمل سوبر اليفيجن والكلام ده. طب في حاجتين بقى لازم اجيبهم وهم اللي هستخدمهم تقريبا في كل الحالات عندي، العلاقه بين العجله والسوبر اليفيجن بتاعي. هو ده القانون الجنرال، ان الاي بتاعتي بتساوي في تربيع على 12.96 ار ناقص 9.81 اي على الجي. ايه الاي دي؟ اللي هو السوبر اليفيجن بتاعي وارتفاع الظهر عن البطن، وعوض عنه بالملي. ايه الجي دي؟ اللي انا لسه جايبها دلوقتي اللي هي 1500 مللي. الاي اللي هي عجله الطرد المركزيه، والفي بعوض عنها بكيلومتر على الساعه، والار اللي هو نص قطر المنحنى وبعوض عنه بالمتر. طيب في حاله اتساع العادي بقى اللي هي الجي بكام؟ ب 1500. فانا ممكن 9.81 على 1500 تديني القانون ده. يبقى القانون ده لو هو ايه الاتساع عادي، هستخدم القانون ده على طول، اللي هو الاي بتساوي في تربيع على 12.96 ار ناقص اي على 153. طب لو قال لي ان ده بقى مش اتساع عادي، ساعتها لازم ارجع للقانون الجنرال وهعوض عن الجي، بعوض عن الجي بالقيمه اللي جيفن ليا، اللي هي مش هتبقى 1500 في الحاله دي. طيب لو انا عايز اجيب اي لوحدها في طرف، يعني من العلاقه دي عايز اجيب اي لوحدها في طرف، هتطلع الاي بتاعتي بتساوي 11.81 في تربيع على ار ناقص 153 الاي. طيب كده انا جبت الاي اللي هي عجله الطرد المركزيه، عرفت اجيبها ازاي، وعرفت اجيب الاي او ارتفاع الظهر عن البطن او ارتفاع القضيب بالداخلي عن الخارجي. طيب في حالتين بقى ممكن استخدمهم، حاله لو انا عايز اجيب الاي مينيمم وعايز اجيب الاي ماكسيمم، يعني لو انا بصمم قطر فانا عايز اشوف، طب القطر ده لما عاوز اعمل ديزاين للسكه الحديد بتاعتي عايز اشوف الاي بتاعتي او الارتفاع اللي انا هجيبه ده يكون قيمته كام. فعشان اجيب قيمته كام لازم يكون في رينج اقارن بيه، او اعرف الاي دي تمام لانها موجوده في الرينج بتاعي، فلازم اجيب حاجه اسمها اي مينيمم وحاجه اسمها اي ماكسيمم. طب الاي مينيمم دي تتجاب امتى؟ في حاله الاي ماكسيمم، فاكبر عجل عندي اللي هي الاي ماكسيمم بتساوي 0.65. فانا لو رجعت في القانون ده عوضت عن الاي ب 0.65 هيطلع لي القانون ده، ان الاي مينيمم بتاعتي بتساوي 11.8 في تربيع الار ناقص 100. ده كده الاي ده كده الاي مينيمم عند الاي ماكسيمم. طب الاي ماكسيمم بتكون عند الاي مينيمم، فانا لو عوضت عن الاي مينيمم بسالب 0.98 او سالب 0.85. فعالميا يعني ده اللي بيشتغلوا بيه بره مصر يعني في العالم كله، ان الاي مينيمم بسالب 0.98. طب لو انا شغال في مصر تبقى الاي مينيمم بتاعتي بسالب 0.85.
يبقى انا كده شفت اهو، لو انا عايز اجيب الاي ماكسيمم يبقى لازم تكون عند الاي مينيمم اللي هي سالب 0.98 او سالب 0.85. ارجع اعوض في القانون ده بالاي بتاعتي اللي هي سالب 0.98 او سالب 0.85، اجيب الاي مينيمم. طيب اجيب الاي ماكسيمم قصدي. يبقى انا كده خلاص عرفت الرينج بتاعي اللي هو الاي مينيمم اللي هو القيمه دي، والاي ماكسيمم دي قيم محدده مش محتاج ارجع بقيم الاي دي، هي بتبقى معروفه 150 مللي لو انا عالميا او 130 مللي لو انا في مصر. يبقى انا كده خلاص جبت الاي وجبت الايه وعرفت ان انا عندي اي مينيمم واي ماكسيمم، ده قانون الاي مينيمم اللي انا جبته لما عوضت بإي ماكسيمم ب 0.65، وجبت الاي ماكسيمم بتوعي اللي هم 150 لو انا عالميا وانا في مصر 130 مللي. كده انا خلاص جبت الاي بتاعتي وعرفت ان الليمتس بتاعتي اي مينيمم واي ماكسيمم، وعرفت اجيب اي مينيمم واي ماكسيمم ازاي. طيب في عندي بقى ثلاثه كيسز مهمين جدا، كل كيس الاي بتاعتي بتكون مختلفه، يعني الاي دي عشان احسبها عندي ثلاث حالات. طيب اول حاله لو جه قال لي في المساله مثلا انا عندي خطوط ضواحي او خط متر انفاق او خط يسير عليه قطارات بضاعه وقطارات ركاب بطيئه، ده كله الثلاث حاجات دول معناهم ان انا بيكون عندي نوع واحد من القطارات وليه سرعه واحده. يعني انا مثلا هصمم الخط بتاعي على اي مثلا ب 70، اي ب 80، اي ب 100، فانا عندي خط واحد بس هو اللي بيمشي وليه سرعه واحده اللي هي السرعه ايه اللي هي الماكسيمم بتاعتي. طيب في حاله الفي ماكسيمم تبقى العجله بكام؟ تبقى العجله بصفر، فالاي بتاعتي بتكون 11.8 في تربيع الار. يعني لو انا لو رجعت كده للقانون الجنرال بتاع الاي وعوضت عن اي بزيرو فالترم ده هيروح، فيبقى الاي بتاعتي 11.8 في الفي تربيع على الار. فلو قال لي اي حاجه من الثلاث حاجات دول اللي هو خط ضواحي او خط مترو انفاق او خط يسير عليه قطارات بضاعه، فساعتها يبقى الاي بتاعتي 11.8 في الفي تربيع على الار. طب تاني حاله بقى لو انا عندي انواع مختلفه من القطارات، دي تاني حاله ودي تالت حاله، الفرق بينهم ان الاوزان بتاعتي يا جيفن يا مش جيفن. ايه الكلام ده؟ يعني ممكن يجي يقول لي مثلا ان انا عندي خط ده عليه انواع مختلفه من القطارات، يعني قطارات بضاعه وقطارات ركاب وسرعات مختلفه، بس ما ادانيش اوزان القطارات. تبقى الاي بتاعتي بكام؟ ب 8 في تربيع على الار لو انا شغال عالميا، و7.1 في تربيع على الار لو انا شغال في مصر. طيب دي تاني حاله. تالت حاله بقى لو كانت الاوزان جيفن، يعني هو برضو الخط ده اللي هو ماشي عليه انواع مختلفه من القطارات وكل واحد له سرعه مختلفه برضه، بس الاوزان بتاعتي جيفن. يعني قايل لك مثلا ان انا هيمشي عندي اربع انواع من القطارات، القطر الاولاني النوع الاولاني وزنه كذا، الثاني وزنه كذا، الثالث وزنه كذا، فساعتها الاي بتاعتها هتكون بتساوي 11.8 مجموع الاوزان في السرعات التربيع على الار اللي هو نص القطر في مجموع الاوزان. طيب يبقى انا عندي بس كل حاله قيم الاي بتاعتي مختلفه. زي ما انا عارف طالما جبت الاي يبقى لازم اشوف الرينج بتاعي اللي هو الاي مينيموم والاي ماكسيموم. طيب الاي مينيمم هنا نفس الكلام بالظبط اللي انا كنت جايبه فوق اللي هو كان 11.8 في تربيع الار ناقص 100. طب الاي ماكسيمم او الاي بريم دي بنجيبها ازاي؟ هي اللي هي الاي ماكسيمم بالظبط، بس اجيبها ازاي بقى؟ ليها قانون اللي هو 11.8 في ماكسيمم تربيع على ار زائد السي اي. طب الار دي عارفينها اللي هو نص القطر، في ماكسيمم يعني انا لو اشوف اكبر، يعني انا لو ماشي عندي في الخط ده كذا قطر بضاعه وكذا نوع قطارات بضاعه، اشوف اكبر سرعه في قطارات البضاعه دي ويبقى هي دي الفي ماكسيمم بتاعتي. طب ايه السي اي دي؟ السي اي دي بيكون فاكتور، انا بدخل في تيبل كده بمجموع اوزان القطارات البضاعه دي اجيب السي اي. طبعا لما نحل المساله الدنيا هتوضح اكتر يعني، بس المهم اللي انا بعوض هنا عن الفي ماكسيمم في قطارات البضاعه. طب ازاي اعرف قطر بضاعه ولا قطر ركاب؟ اكيد مش هيجي يقول لي لو السرعه بتاعتي 70 لفوق فده قطر ركاب، طب لو اقل من 70 يبقى ده كده قطر بضايع. طب لو هو 70 بشوف الوزن، لو الوزن بتاعي كبير فكده يبقى انا بتكلم في بضاعه، لو الوزن ده يعني قريب من الاوزان اللي جيف اللي هي الثانيه فده يكون قطر ركاب. يبقى انا كده خلاص بجيب الاي بتاعتي، عرفت اجيبها ازاي من القانون ده، وبقارنها بين الاي مينيمم والاي ماكسيمم، لقيتها في الرينج بينهم خلاص. طب لو ما لقيتهاش في الرينج بينهم هعمل ايه بقى؟ لو هو في الرينج خلاص اختارها، لو مش في الرينج برجع بقى للاي ستاندرد بتاعتي اللي هي 8 في الفي تربيع على ار اللي هي الاصل بتاعي اللي هي دي. يبقى انا كده في النوع الثالث لو الاوزان جيفن بعمل ايه؟ بجيب الاي بتاعتي وبجيب الاي مينيمم والاي ماكسيمم، لو في الرينج خلاص باخدها، طب لو مش في الرينج بستخدم الاي ستاندرد اللي هي 8 في ماكسيمم تربيع على ار، والفي ماكسيمم دي اللي هي ايه؟ اكبر سرعه لقطر الركاب مش البضائع. طيب نيجي كده في مساله نطبق على مسائل من الشيت مثلا. مسألة من الشيت مثلا بيقول لي احنا حلينا أول مسألة، نرجع لتاني مسألة بيقول لي إيه في تاني مسألة؟ تاني مسألة بيقول لك إن أنا عندي قطر بيسير على منحنى دائري نص قطره كذا ولا ينفذ به ارتفاع ظهر عن بطن، يعني الإي في الحالة دي بتساوي صفر. بيقول لك إذا علمت أن مركز ثقل العربات يرتفع عن سطح القضيب بمقداره كذا، أول ما يقول لك الجملة دي فهو في قانون المفروض هنتم استنتاجه يعني وهنحفظه على طول اللي هو ده. الفي بتاعتي بتساوي 8 جذر ار جي على اتش. طب 8 ماشي، الار بتاعتي اللي هو مديها لي نص القطر، الجي
اللي هو طالما انا بتكلم في اتساع عادي يبقى الجي بتاعتي 1.5 متر. ايه الاتش دي بقى؟ الاتش دي اللي هو مدالي هنا المركز الثقل ده بيرتفع عن سطح القضيب مقداره 1.8 متر، يبقى الاتش بتاعتي اللي هي 1.8 متر. اعوض هنا اجيب الفي بتاعتي. يبقى هو لما يجي يقول لي، يعني هو هنا بيقول لك ايه؟ ان انا عندي قطر بيسير على منحنى دائري. طب احنا قلنا ان لازم الاي بتاعتي تكون ليها قيمه، هنا بقى بيقول لك ان هو لا انا هنفذها من غير اي اي خالص. فعايز يعرف ايه السرعه اللي انا لو عديتها هيحصل القطر ان هو يتقلب. فانا طلعت ان الفي بتاعتي بتساوي 110 كيلومتر في الساعه. فانا لو في قطر مشي بسرعه 115 او سرعه اكبر من 110 كيلومتر في الساعه، يبقى القطر ده هيتقلب. فبالتالي لو انا هيحصل اقل سرعه يحصل عندنا انقلاب، هو القانون ده 8 جذر ار جي على اتش. وده طبعا سهل نستنتجه ان احنا نقول مثلا الاف سي اللي هي القوه الطارده المركزيه طبعا بتتزن مع الوزن، فهسويها بالوزن في ايه، فباخد المومنت يعني حوالين النقطه دي، تبقى الاف سي في اتش بيساوي دبليو في جي على الاثنين. فساعتها برضو هتطلع بالمعادله دي اللي هي الفي بتساوي 8 جذر ار جي على الاتش. ده كان اول مطلوب. تاني مطلوب بيقول لك هات لي العجله التي تتعرض لها الراكب او البضاعه في هذه الحاله. طب ماشي، ما انا عندي قانون للعجله اللي هو في تربيع على 12.96 ار ناقص اي على 153، الاي بتاعتي بتساوي صفر، كده كده هو قايل لي، فاجيب من هنا العجله. طيب بعد كده قايل لي هات لي اقصى سرعه بحيث الا تتجاوز عجله الطرد المركزيه لحد الاقصى. طب ما هو انا عارف ان اكبر عجله اللي هي الاي ماكسيموم اللي هي 0.65، هعوض بقى هنا عن الاي ب 0.65 والاي طبعا صفر، اجيب من هنا الفي بتاعتي. طيب مساله ثانيه قايل لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي هنا خط السكه حديد للضواحي. طالما هنا خط السكه حديد للضواحي تبقى الاي بتاعتي بتساوي 11.8 في الفي تربيع على الار. قال لي ان هو بيسير عليه قطارات ركاب بسرعه كذا، عايز يحسب الاي اللي هتمشي على نص قطر وكذا. طيب عشان انا قلت ان الاي بتاعتي بتساوي 11.8 في الفي تربيع على الار، عرفت منين الكلام ده؟ ان هو كان قايل لي هنا قطر ضواحي. طيب يبقى انا كده جبت الاي بتاعتي اللي هي 11.8 في الفي تربيع على الار. دي كانت اول حاله. تاني حاله قايل لك ان هو انا عايز اكبر سرعه يمكن السماح بالسير بها على هذا المنحنى لو انا وقفت، وعشان في نوع من انواع القطارات يعني هيمشي اكبر من 75 كيلو متر على الساعه. هو عايز بقى في الحاله دي الفي اللي انا هتبقى موجوده على الخط ده لو في قطارات هتمشي اسرع من 75. طيب هو المفروض اول نوع اللي احنا جبناه ده كان هو نوع واحد بس من القطارات اللي بيمشي. طب تاني حاله بقى اللي احنا كنا بنشرحها، كنا بنقول الحاله دي بنستخدمها لو عندي كذا نوع من القطارات. طيب كانت الاي بتاعتي بتساوي 8 في الفي تربيع على ار، اعوض بالاي اللي انا لسه جايبها دلوقتي دي اجيب الفي. عرفت منين اللي انا في كيس 2 او في الحاله الثانيه بتاعتي ان هو هنا قايل لي ان انا في عندي كذا نوع من القطارات هيمشي ومش مديني الاوزان، ومش مديني الاوزان بتاعت القطارات، يبقى انا كده في كيس 2. طيب نيجي بقى مساله مثلا تخص كيس 3 اللي هي ايه؟ المساله رقم 4 بيقول لك ان انا عندي ايه؟ تتوزع حركه القطارات يوميا على خط حديدي. يعني مثلا انا عندي هنا القطر بيمشي عندي اربع انواع من القطارات. اول نوع مديني الاوزان والفلوستي بتاعته، تاني نوع نفس الكلام. طالما مديني الاوزان بتاعت القطارات يبقى انا كده في كام؟ يبقى انا كده في كيس 3. طيب الاي بتاعتي بتساوي ايه؟ 11.8 في سيجما دبليو في تربيع على الار في سيجما دبليو. طيب هو مديني طيب واحد، طيب اثنين، طيب ثلاثه، طيب اربعه. اول حاجه محتاج اعرفها فين قطارات الركاب وفين قطارات البضائع. اول حاجه قلت اعرفها ازاي؟ لو السرعه بتاعتي اكبر من ال 70 يبقى انا كده قطارات ركاب، يبقى انا كده واحد ده قطر ركاب عشان السرعه فيه 120. تاني واحد السرعه ب 90 يبقى قطر ركاب. رابع واحد 50 يعني اقل من ال 70 يبقى ده قطر، يبقى ده قطر بضائع. يبقى واحد واثنين ركاب واربعه بضائع. طب رقم ثلاثه بقى السرعه 70 بالظبط. ارجع ليه؟ هرجع للاوزان. انا عندي واحد واثنين 4000 وزنهم 4000 وزنهم 8000، الثالث ده برضه وزنه 8000، فيبقى ده برضه زيهم قطر ركاب. لكن بص كده على قطر البضائع هتلاقي الوزن بتاعه كام؟ 20000، ففي فرق كبير. فلا يبقى كده واحد واثنين وثلاثه ركاب واربعه بضائع. يبقى ادي هو واحد واثنين ثلاثه ركاب واربعه بضائع. هو مديني السيجما دبليو، هجمعهم انا هنا، اجمع هنا واجيب هنا وزن توتال، وهو مديني هنا السرعات اربعها، وهجيب بقى هنا كل العمود اخر عمود بقى سيجما دبليو في الفي تربيع. يعني هاخد كل وزن اضربه في الفي تربيع، كل وزن اضربه في الفي تربيع، واجيب لي السمشن هنا. ليه جبت الكلام ده؟ عشان انا عندي القانون بيساوي 11.8 في سيجما دبليو في تربيع، يبقى هاخد دي اعوض بيها هنا على الار اللي هي جيف اللي هي في سيجما دبليو. بس كده انا جبت الاي ايه. لازم اقارن الكلام ده بالاي مينيموم والاي ماكسيموم. طب الاي مينيموم هنجيبها ازاي؟ عند الاي ماكسيموم اللي هي 0.65 هتطلع، احنا كنا مستنتجين الكلام ده من الاول، هيطلع 11.8 في الفي تربيع على الار ناقص 100. طب الار تمام، الفي دي بقى زي ما انا قلت هنعوض عنها بايه؟ اقصى سرعه القطارات الركاب. يعني انا هنا 1 2 3 ركاب، كانت السرعه هنا 120 و90 و70، اكبر واحده فيهم اللي هي بكام؟ اللي هي ب 120، بعوض عنها ب 120. كده انا جبت الاي مينيموم.
عشان اجيب الاي ماكسيمم او الاي بريم، احنا قلنا 11.8 في اكبر سرعه لقطر البضائع تربيع على ار زائد السي اي. هنا ما عنديش غير قطر بضائع واحد بس، كانت السرعه فيه 50، يبقى هقعد عن الفي ب 50. ايه بقى السي دي السي اي دي؟ السي اي زي ما قلت بندخل تيبل، اللي هو التيبل ده بندخل بايه بقى فيه؟ بندخل باجمالي الحموله اليوميه لقطارات البضاعه، يعني بشوف قطر البضاعه عندي توتال بكام وادخل بالسي اي. انا لو رجعت في عندي انا ما لقيتش غير قطر بضايع نوع واحد بس، والوزن فيه كان بكام؟ ب 20000. ب 20000، يبقى انا لو رجعت هنا بين 10000 و 30000، يبقى انا كده السي اي بتاعتي بكام؟ ب 90 مللي. يبقى انا هنا لو رجعت اعوض انا هنا ب 90 مللي، كده انا جبت الاي بتاعتي. جبت الاي مينيموم ب 69 والاي ماكسيموم ب 119، والاي بتاعتي اساسا ب 62. لو هي كانت بين المينيموم والماكسيموم كنت خدتها، لكن هي دلوقتي اساسا اقل من المينيموم، فهعمل ايه؟ هرجع للقانون الاصلي خالص اللي هو 8 في الفي تربيع لار، وزي ما قلت الفي دي اللي هي اكبر سرعه عندي، فكده انا جبت الاي بتاعتي. يبقى انا هنا عشان ما لقيتش الاي بتاعتي بين المينيموم والماكسيموم، رحت واخد ايه؟ خدت الاي بتاعتي اللي هي الاصليه اللي هي 8 في الفي تربيع على الار. طيب ده كده كانت على ايه؟ قطر الضوئي. حلينا مساله كده على قطر الركاب وقطر على الثلاث انواع بتوعنا. يبقى انا كده في المنحنيات الافقيه خدنا ايه؟ خدت لو انا عندي في اول كيس، لو انا كان عندي نوع واحد بس من القطارات هو اللي بيمشي، لو قال لي قطر ضواحي مترو مش عارف ايه الكلام ده كله، يبقى انا عندي هنا ايه بستخدمها اللي هي 11.8 في الفي تربيع على الار، وساعتها العجله بتساوي صفر. تاني نوع لو كانت بيمشي عندي انواع مختلفه من القطارات، بس لو زي مش جيفن، يبقى دي كده تاني حاله، تبقى الايه بتاعتي ب 8 في الفي تربيع على الار او 7.1 في تربيع على الار، على حسب انا عالميا ولا مصر يعني. تالت نوع بقى وكان اصعب نوع فيهم، لو انا كان عندي الاوزان جيفن، فساعتها لازم اجيب الاي بتاعتي واقارنها اشوفها هي في الرينج الاي مينيمم والاي ماكسيمم ولا لا. لو في الرينج خلاص اخدها، طب لو مش في الرينج فلا، يبقى هرجع للاي الاصلي بتاعتي اللي هي 8 في الفي ماكسيمم تربيع على الار. ولازم اكون عارف انا بعوض باني في، يعني مثلا في الاي مينيمم انا بعوض باكبر سرعه في قطارات الركاب، لكن السي اي بدخل التيبل مثلا بكل الاوزان بتاعت ايه؟ بتاعت البضائع. طيب وفي نفس الوقت برضه الاي ماكسيمم بتساوي 11.8 في الفي ماكسيمم اكبر سرعه لقطارات البضاعه تربيع على الار زائد السي اي. ده كده كنا بنتكلم في ايه؟ في الحاجات في المنحنيات الافقيه. هندخل بقى بعد كده ايه في الجزء الثاني من الشابتر ده اللي هو في المنحنيات البسيطه. ايه بقى المنحنيات البسيطه دي؟ لو انا بتكلم ان انا ماشي كده على خط مستقيم وبعد كده بمشي بكيرف وبعد كده على خط مستقيم، طبعا القطر مش هيمشي على الكلام ده، يعني عند النقطه دي مثلا هيجي هنا هنلاقي الار هنا نص قطر بما لا نهايه وهنا ب 200 متر، طبعا القطر بقى مش هيجي يمشي على نص قطر بما لا نهايه وفجاه مره واحده كده اقول له لا امشي على الار ب 200 متر، فلا لازم الكلام ده بيحصل ايه على فتره. فبنعمل حاجه بقى اللي اسمها سبايرال كيرف. ايه بقى السبايرال كيرف ده؟ انا بيكون عندي اهو نص قطر بتاعي اهو اللي هي الار، وده اللي هو بما لا نهايه وده هو بما لا نهايه. هاجي عند النقطه اللي هي بتنقل، هيبقى في عندي نقطتين هنا مهمين قوي، دول النقطتين اللي انا بتنقل بينهم من ار ما لا نهايه للار بتاعت الكيرف بتاعتي. هعمل ايه؟ هاخد خط داش ده عندهم كده، ده انا هعمل الكلام ده من اول دلوقتي لحد اخر الشابتر، فلازم يتفهم الكلام ده مهم قوي. فانا هعمل ايه؟ هاجي عند النقطه كده بتاعتي هاخد خط فيرتيكال كده ماشي، هاخد بقى يمين الخط ده ال اس على الاثنين وشماله ال اس على الاثنين. ايه ال اس ده؟ اللي هو طول السبايرال بتاعي. يبقى انا كده عند الخط ده هاخد خط راسي ثاني على بعد ال اس واحد على الاثنين، وعلى الشمال ال اس واحد على الاثنين. هعمل نفس الكلام ده في الاي واعمل نفس الكلام ده في البي. طيب يبقى انا الكيرف الار بتاعتي كنت ماشي على خط مستقيم خط مستقيم، هبدا بقى من هنا ابدا ايه امشي كده اهو على ايه على الخطوط بتاعتي. طب همشي بقى لحد فين؟ فباجي هنا بقى حاجه اسمها الشيفت بتاعي او الزحزحه، اللي هو من النص قطر بتاعي او من الطريق بتاعي لحد الكيرف بتاعي، بجيب حاجه اسمها الشيفت. فانا هنا هو هعمل الشيفت، همشي بقى الشيفت ده بتاعي هيفضل ثابت طول ما نص القطر ثابت، فالشيفت ده هيفضل ثابت فاوصل بخطوط عندي عادي جدا. يبقى تاني بعمل ايه؟ اول حاجه رحت جاي عند الخطوط اللي عندي اللي فيها مشكله او اللي هي القطر او الرسم نص القطر يعني بيبدا يتغير، فباخد عندها خط داش دي كده ويمينها وشمالها باخد ال اس على الاثنين واعرف اجيب ازاي قيمه ال اس. طيب بعمل ايه بقى؟ باخد حاجه هنا اسمها الشيفت او الزحزحه بتاعتي. الشيفت ده هيفضل ثابت، يعني هنا الشيفت ده هو هو ده هو هو ده هو هو ده، طول ما نص القطر ثابت فالشيفت ثابته. فبعمل ايه بقى؟ بوصل بينهم الكلام ده كله بايه؟ بالكيرف بتاعي. يبقى هو ده ايه؟ ده الايه؟ السبايرال كيرف او ده الطريق اللي هيتعمل. فاللي فوق ده طبعا فاكس مش هستخدمه في اي حاجه. يبقى هو بس انا جبت منه الـ LS وجبت منه الايه؟ الشيفت بتاعي. طيب يبقى انا كده المنحنى السبايرال كيرف ده لازمته ان هو بينقلني من ار ما لا نهايه للار بتاعه الطريق بتاعي، لان انا طبعا مش هعرف مره واحده كده ادخل من ار ما لا نهايه لنص القطر بتاعي. طيب ال اس او السبايرال كيرف او طول السبايرال يعني قانون ايه؟ 10 في الفي فيوتشر في الاي ماكسيمم على 1000. طب ايه ماكسيمم؟ احنا عارفين اللي هي 150 مللي. ايه في فيوتشر دي بقى؟ ان هو انا وانا بصمم
الخط ده بخلي، يعني انا بعمله ديزاين، مش هشتغل على السرعه اللي عندي، انا هصممه على حاجات كتير هتيجي لقدام. فانا بجيب من هنا في فيوتشر او السرعه اللي عندي اللي هي انا متوقع في المستقبل ان السرعات هتزيد، فانا بعمل الخط بتاعي ده للسرعات اكبر من السرعه اللي شغاله دلوقتي اساسا، واعرف هنستخدم الكلام ده في المجال ازاي. دي اول حاجه. تاني حاجه الشيفت بتاعي اجيبه ازاي؟ الاس سكويرد اللي انا لسه جايبها دلوقتي دي على 24 ار. طيب لو انا جبت بقى عندي ار ب 600 مللي والسرعه الحاليه 75، عايز يجيب منك، عايز طالب منك ال اس وطالب منك الشيفت. طيب اول حاجه بنعملها ايه؟ وده هنعمله في كل المسائل من هنا لحد اخر الشابتر، ان انا اول حاجه بعوض بالاي ماكسيمم بتاعتي اللي هي 150 مللي، فالاي ماكسيمم 150 مللي وثابته بتساوي 8 في الفي تربيع الار. القانون ده جبناه منين؟ ده اساسا كنا هو ده اللي شغالين بيه في الاول خالص، ان الاي بتاعتي بتساوي 8 في الفي تربيع الار. يبقى انا كده حطيت الاي ماكسيمم ب 150 ومعايا الار، اجيب من هنا في فيوتشر، لازم اتاكد ان في فيوتشر دي اكبر من الفي اللي انا شغال عليها دلوقتي. طلعت اكبر يبقى كده تمام، خلاص كده انا جبت الفي فيوتشر، اقدر اجيب بقى طول السبيرال واقدر اجيب الشيفت بتاعي من القانونين اللي انا لسه قايلهم دلوقتي. يبقى ده كده كان اول نوع اللي هو في المنحنى البسيط، ان هو انا عايز اتنقل من ار بما لا نهايه لنص قطر المنحنى بتاعي، فطبعا مش هينفع اتنقل مره واحده، فبعمل السبيرال كيرف. طيب هندخل دلوقتي بقى في نوع تاني، حاجه اسمها خط الانحناء. ايه بقى خط الانحناء دي؟ نفس الكلام بالظبط، انا ماشي على خط مستقيم وبعد كده بتنقل على نص قطر وبعد كده بمشي على خط مستقيم تاني. طيب انا بقى عايز اجيب حاجه اسمها الكي او انحناء الكيرف بتاعي. الكي دي ليها قانون اللي هو الالف على الار، فانا هنا مثلا ار بما لا نهايه تبقى الكي بتاعتي بكام؟ بصفر. طب هنا ار ب 500 تبقى الكي بتاعتي بكام؟ ب2. فهيجي يقول لك مثلا في الامتحان ارسم لي خط الانحناء بتاعي. خط الانحناء بتاعي بيكون ادي اهو، ادي محور اكس وادي محور واي اللي هو الكي. زي ما انا قلت في البدايه هنا كانت الكي بكام؟ بصفر، ادي اهو تبقى بصفر. بعد كده في الجزء ده الكي بتاعتي ب2، فادي اهو تبقى ب2. وهنا الار بما لا نهايه تبقى الكي ب1000 على ما لا نهايه تبقى بصفر، فارجع صفر تاني. والكي دي بتبقى على حسب الكيرف بتاعي، لو الكيرف مرسوم لفوق تبقى الكي بتكون لفوق، طب لو الكيرف مرسوم لتحت تبقى الكي لتحت. طيب ده بقى في، مش ده اللي هيحصل، انا المفروض بحط سبيرال كيرف، انا اكيد مش همشي على ده، يبقى انا ده طبعا مش هستخدمه، امال ايه اللي انا هستخدمه؟ تعالى بقى نشوف اللي احنا هنستخدمه. ادي اهو الكيرف بتاعي اهو، وادي اهو الكيرف اللي انا استنتجته عن طريق ان انا جبت ال اس والشيفت والكلام ده. هنزل بقى الخطوط اللي انا عملتها، ادي اهو ال اس على الاثنين وال اس على الاثنين وال اس على الاثنين وال اس على الاثنين. عايز بقى ارسم الكلام ده على الكي. طب الكي بتاعتي كانت بصفر صفر 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 لان انا ماشي على ار بما لا نهايه، هتيجي مره واحده بقى تبدا تطلع لان انا عايز اتنقل اهو من الار بتاعتي بما لا نهايه لحد الار بتاعتي اللي هي 500 متر، فايه نص قطر او الانحناء بتاعي هيزيد، فجزء الاسبيرا نص قطر يقل، فبالتالي الكي هتزيد، فادي هو الكي هتزيد هتزيد هتزيد. هتيجي بقى في الجزء ده الكي بتاعتها هتفضل ثابته اللي هي الالف على الار اللي هي ب2، ادي اهو ب2، بعد كده ترجع تقل تاني. فالانحناء بتاعي لازم اشوف هو بصفر بكام وب2 بكام واقدر ارسم الكي بتاعي. فممكن في الامتحان يطلب منك ترسم نص، ترسم الكي دي ترسمها ازاي؟ اهو بنعمل الخطوط الرئيسيه بتاعتنا وبعد كده بنعمل الانحناءات زي ما انا قلت، بنبدا نطلع تدريجي تدريجي مع السبيرال كيرف، بعد كده بنمشي على خط مستقيم، بعد كده نرجع للصفر تاني. وزي ما قلت لو الكيرف لفوق يبقى انا برسم الكي لفوق، لو تحت برسم الكي لتحت. طيب انا دلوقتي رسمت الكي، لحد دلوقتي ما دخلتش الاي بتاعتي في اي علاقه. ايه الاي دي؟ زي ما قلت اللي هي ارتفاع الظهر على البطن، اللي هو لما بمشي كده بايه في قضيب خارجي بيكون مرتفع عن القضيب الداخلي. يعني الرسمه دي 3 دي هتوضح الدنيا اكتر. ادي القضيب الداخلي هو بيفضل ثابت، والقضيب الخارجي بقى من مرتفع عنه اللي هي قيمه الاي بتاعتنا الاي ماكسيمم اللي هي 150 ملي. فهي دي الايه اللي انا بعملها عشان القطر بتاعي ما يتقلبش. طيب بعمل ايه بقى؟ ممكن يطلب منك يقول لك ارسم لي منحنى الاي. منحنى الاي بيكون هو هو زي منحنى الكي بالظبط، يعني هي هو هنا بالظبط، هناخد برده الثلاث خطوط اهم، وادي الاي اهي واهي واهي، بس طبعا مع اختلاف القيم. احنا عرفنا بنجيب الاي ازاي، يعني الاي احنا طبعا عرفنا تجاب زي اللي هي بتبقى 8 في تربيع على ار، وبرده هنجيبها في المسائل، والكي 1000 على ار، فهي هي نفس الرسمه بالظبط بس القوانين مختلفه. وهنا سواء الكيرف فوق يعني سواء الكيرف كده او كده، فالاي دايما بتترسم لفوق. لكن في الكي لو الكيرف لفوق كده فالكي بتبقى مرسومه لفوق، لكن لو لتحت فالكي بتاعتي بتترسم لتحت. يبقى انا في ملحوظتين عندي، ان شكل المنحنى الاي هو شكل المنحنى الكي بالظبط بس قيم مختلفه، ومنحنى الاي دايما فوق الكيرف او تحت، هو دايما المنحنى لفوق، فسواء انا عندي الكيرف فوق او تحت فالاي دايما هتفضل فوق. يبقى ده كده كان المنحنى البسيط، وعرفنا المنحنى لما دخل بقى في اي. ندخل بقى في المنحنى المركب. ايه المنحنى المركب؟ فرق ايه عن المنحنى البسيط؟ في المنحنى البسيط كان عندي نص قطر واحد بس، لكن في المنحنى المركب هيكون عندي مثلا تو كيرفز، فكل واحد ليه نص قطر. يعني هنا ماشي هنا من ار لما لا نهايه لار واحد، وهنا ده ار 2، فنص القطر هنا مختلف عن هنا. يبقى انا دي هنا
ار 1 ودي هنا ار 2. هعمل ايه؟ هو بالظبط اللي كنت بعمله. ادي هو هاخد ثلاث خطوط راسيه من عند النقطه بتاعتي اللي هي هيبدا فيها تغير في الميل، نفس الكلام هعمله في بي بالظبط، وهاجي اخد هنا شيفت 2 واخد هنا شيفت 1. ايه الفرق بقى؟ قبل كده لما كنت باخد الشيفت ده كان الاثنين بيقفلوا مع بعض، لان انا كنت بمشي بنفس الشيفت. في ملحوظه انا كنت قايلها ان الشيفت بتاعي ده هيفضل ثابت طول ما نص القطر ثابت، لكن هنا بقى نص القطر اختلف، فبالتالي الشيفت بتاعي هنا غير هنا، فبالتالي الكيرفين دول مش هيقفلوا مع بعض. امال هعمل ايه بقى؟ هاجي عند النص المنحنى بتاعي هنا، هاخد برده خط راسي، وهاجي هنا ال اس 3 على الاثنين وال اس 3 على الاثنين. هفضل امشي بالشيفت الثابت ده لحد الخط الاولاني، وهفضل امشي بالشيفت الثابت من ناحيه الشمال ده لحد الخط الثاني، وبعد كده امشي بميل كده. ظهر لي هنا شيفت 3. شيفت 3 ده اتجاب ازاي؟ طرح الشيفت 1 من الشيفت 2. طب ماشي، وظهر لي حاجه ثانيه برده هنا ال اس 1، عرفت اجيبها ازاي؟ اللي هو القانون اللي انا قلته. وال اس 2 عرفت اجيبها ازاي؟ ايه بقى ال اس 3؟ طرح برده ال اس 1 ناقص ال اس 2. يبقى بالتالي شيفت 3 هي شيفت الكبير ناقص الصغير، وال اس 3 برده طرح الكبير من الصغير. طيب هرسم، عايز ارسم بقى منحنى الكي ومنحنى الاي. نفس الكلام بالظبط، ادي منحنى الكي هيفضل 0 0 وبعد كده هيبدا يزيد. اقف هنا بقى ما تكملش، روح للناحيه الثانيه وكمل. ادي اهو برده بيمشي 0 0 اهو هيبدا يزيد. برده اقف هنا وكمل. الخط الاولاني ده زي ما قلت الشيفت بتاعه هيفضل ماشي لحد هنا، فهفضل ماشي افقي لحد الخط ده واقف. امشي من الناحيه الثانيه برده الشيفت بتاعه هيفضل مكمل لحد الخط ده، هيمشي خط افقي واقف. بعد كده اوصل بينهم بخط الميل. نفس الكلام في الايه بالظبط، بس طبعا القيم زي ما قلت مختلفه. يبقى انا كده عرفت الكيرفين هيتقفلوا ازاي، ان انا بمشي هنا لحد الخط ده وامشي هنا لحد الخط ده واوصل بينهم بخط ميل. قبل كده في المنحنى البسيط ما ظهرتليش المشكله دي. ليه؟ لان كانت انصاف الاقطار ثابته، فالاثنين فالشيفت بيفضل ثابت فالاثنين بيقفلوا مع بعض، لكن هنا الاثنين مش هيقفلوا مع بعض لان انا عندي انصاف اقطار مختلفه. طيب فالمساله دي بتاعتي هي ستيبس ثابته جدا وسيستماتيك ومفيش فيها اي مشكله، هي مشكلتها كلها ازمتها كلها في الرسمه، لكن الخطوات كلها ثابته. طب ايه هي الخطوات بتاعتي؟ ان انا بدخل بعوض بالاي ماكسيمم، الاي بتاعت القانون بتاعي ايه؟ 8 في الفي تربيع على الار، الاي ماكسيمم ثابته ب 150، 8 في في فيوتشر تربيع على الار، دي اللي انا عايز اجيبها اساسا. طيب على الار، انهي ار بقى؟ المينيمم من ار 1 وار 2، يعني لو نص قطر ار 1 هو المينيمم يبقى ساعتها دي اي 1، طب لو نص قطر ار 2 هو المينيمم يبقى دي ساعتها اي 2. طيب خلاص هعوض بالار مينيمم ومعايا ليه هجيب من هنا في فيوتشر. اتاكد طبعا ان الفي فيوتشر اكبر من الفي اللي موجوده، لو لقيتها يبقى تمام خلاص هكمل بالفي فيوتشر. طيب لو لقيت بقى ان الفي ناو يعني السرعه اللي موجوده دلوقتي اكبر من الفي فيوتشر، عندي حالتين. لو السرعه اللي موجوده دلوقتي اكبر من الفي فيوتشر بمقدار قليل، خلاص مقبول ان انا اكمل المساله بالايه؟ بالفي ناو بتاعتي. طيب لو الفي ناو بقى اكبر من الفيوتشر بكتير، يبقى انا هكمل المساله بالفي فيوتشر الصغيره. يبقى تاني انا بعوض بالاي بتاعتي 150، اجيب في فيوتشر، لو لقيت الفي فيوتشر اكبر من الفي اللي موجوده دلوقتي خلاص بقى هكمل بيها. يعني ايه هكمل بيها؟ يعني خلاص انا هنا معايا اي 1 هدخل اجيب اي 2. طب اي 2 قانونها ايه؟ 8 في فيوتشر تربيع على الار، وساعتها بقى اعوض بالار الثانيه، من خلاص استخدمت المينيموم هنا يبقى هستخدم هنا الماكسيمم واجيب من هنا في فيوتشر. طبعا الكلام ده هيوضح معايا مع المساله اكتر. يعني خلاص كده جبت اي 1 وجبت اي 2، اقدر اجيب بقى ال 1 وال 2، ال اس 1 وال اس 2، واقدر اجيب شيفت 1 وشيفت 2، وزي ما قلت ال اس 3 ال اس 1 ناقص ال اس 2 او الكبير ناقص الصغير يعني، ونفس الكلام شيفت 3 هي برضه الشيفت الكبير ناقص الشيفت الصغير. طيب لو لقيت بقى ان الفي اللي موجوده دلوقتي اكبر من الفي فيوتشر، لو الفرق بينهم قليل لحد 10 كيلو متر في الساعه خلاص هكمل بالفي ناو. طب لو في ناو اكبر من الفي فيوتشر بكثير يبقى هكمل بالفي فيوتشر بتاعتي الصغيره. طيب ندخل ونطبق على مثال برضه عشان الدنيا توضح اكتر، هنلاقي ان شاء الله الدنيا بسيطه يعني. طيب هنا في الشيت مثلا مديني ايه؟ قايل لي ان انا عندي خط السكه حديد سرعته القصوى 90، مديني الفي ناو ب 90، وقايل لي ان انا عندي 2 نص قطر انحناء، انحناء الكي بتاعتي بواحد وهنا الكي بتاعتي بواحد وربع، فاقدر من هنا اجيب الار. انا عارف ان الكي بتاعتي بتساوي الفا على الار، يبقى الار بتاعتي الفا على الكي، كده انا جبت ار 1 وكده انا جبت ار 2. تعالى بقى نرسم الشكل اللي احنا متعودين عليه. طالما ار 1 غير ار 2 فبالتالي التو شيفتز مش هيتقابلوا مع بعض، فده هو الكيرف بتاعي البسيط جدا اللي هو ار 1 وار 2. وقبل ما ابدا في المساله عندي ثلاث نقط، ادي النقطه دي نقطه بي اللي هي من ار ما لا نهايه لحد الار بتاعتي، نقطه ايه برده من اول الار ما لا نهايه لحد الار بتاعتي، والنقطه اللي في النص. هعمل عند كل نقطه ثلاث خطوط. طيب هرسم بقى ازاي؟ هاجي اهو كنت ماشي وكنت ماشي، هاجي بقى هروح واخد عند الخط الثالث ده الشيفت بتاعي وهقف هنا، بس يبقى واقف هنا. اروح مكمل الناحيه الثانيه برده هاخد الشيفت بتاعي واقف هنا، بعد كده هكمل خط مستقيم من الخط ده واكمل خط مستقيم من الخط ده واوصل بينهم بميل.
كده انا خلاص رسمت الحاجه البسيطه بتاعتي، عايز بقى ارسم الكي وعايز ارسم الاي. زي ما قلت رسمه الكي هي هي الاي بالظبط بس مع اختلاف القيم. طب هرسم الكي ازاي؟ اللي انت هتيجي في البدايه وتعمل خط مائل اهو، تيجي في البدايه تعمل خط مائل، بعد كده تعمل خط افقي لحد اول خط، خط افقي لحد ثاني خط، ونعمل الخط المائل بتاعنا. نفس الكلام اللي عملناه في الكي هنعمله في اي بالظبط، بس مع اختلاف طبعا القيم بتاعت الكي. طيب الكي هنا هو مديهاني كي واحد بواحد اساسا وكي اتنين بواحد وربع. طب عايزين نجيب قيم الاي بقى، ندخل في الستبس اللي احنا قلناها. ايه هي الستبس؟ اللي انا احط الاي ب 150، هعوض انا بتساوي 8 في الفي تربيع على الار. انهي ار؟ الار مينيمم. انا عندي ار ب 800 وار ب 1000، يبقى هعوض عن الار اللي ب 800. طيب الار اللي ب 800 دي كانت ار واحد ولا ار اتنين؟ لو رجعنا كده هنلاقي الار اللي ب 800 دي هي ار واحد، يبقى الار واحد هي المينيمم، يبقى الاي اللي ب 150 دي هي برضو الاي واحد. يبقى انا كده ما جبت الاي واحد اللي هي ب 150 وار واحد اللي هي المينيمم اللي هي ب 800. طيب هعوض هنا اجيب في فيوتشر، اتاكد ان في فيوتشر اكبر من الفي اللي جيفن، طلعت اكبر يبقى كده تمام خلاص ما فيش اي مشكله. ادخل بقى اجيب اي 2 عادي جدا اللي هي 8 في الفي فيوتشر اللي انا لسه جايبها دلوقتي دي تربيع على ار 2 اللي هي ب 1000. كده انا جبت اي 1 وكده انا جبت اي 2، اقدر بقى ادخل اجيب ال اس 1 وال اس 2 وال اس 3 يبقى الفرق بينهم، واقدر اجيب شيفت 1 وشيفت 2 وشيفت 3 يبقى الفرق بينهم، وارجع بقى اعوض هنا احط القيم بتاعتي. ادي اي 1 ب 120 و2 اللي هي ب 150. طيب اخر حاجه كانت مطلوبه في السؤال ده كان مديني ايه؟ قايل ان ما قايل ان الاستيشن بتاعت نقطه ايه 5 كيلو، وعايز يجيب الاستيشن بتاعت باقي النقط. طيب بسيطه، يعني انا عندي الاستيشن بتاعت نقطه ايه دي 5 كيلو، عايز اجيب الاستيشن بتاعت النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي. طيب الاستيشن بتاعت النقطه دي انا عارف ال 5 كيلو، هطرح منهم ال اس 2 على الاثنين، كده انا جبت استيشن النقطه 1. طب عشان اجيب استيشن النقطه 2 يبقى استيشن بتاعت نقطه ايه اللي هو 5 كيلو ازود عليه ال اس 2 على الاثنين. طيب في مسافات بقى لازم اعرفها، اللي هي المسافه بين نقطه A ونقطه C اللي هي من البدايه لحد النص، فالمسافه دي اسمها ار 2 سيتا 2. طيب نفس الكلام برضو، عايز اجيب المسافه بين نقطه B لنقطه C اللي هي في النص، فالمسافه دي اسمها ار 1 سيتا 1. فكده لازم عشان اجيب منسوب نقطه C او ستيشن بتاع نقطه C جاب ازاي؟ يبقى الاستيشن بتاع نقطه A اللي هي 5 كيلو زائد ار 2 سيتا 2. طيب انا معايا ار 2 جيفن اساسا وانا جبتها اللي هي 1000 على كي 1، سيتا 2 هو مديهالي ب 30، بس تاخد بالي انا مش هعوض عنها بديجري، هعوض عنها براديان، يبقى هعوض عنها ب 30 باي على 180. يبقى اجي هنا اهو، يبقى القانون بتاعي هحط 5 كيلو زائد 30 باي على 180، كده انا جبت ستيشن بتاعت النقطه دي، وهكذا بقى اجيب ستيشن باقي النقط. يبقى انا كده عرفت ازاي اجيب ستيشن النقطه 1 ستيشن النقطه 2. لازم اخد بالي من المسافات اللي هي ار 2 سيتا 2، دي المسافه من البدايه لحد النص بتاعي، وار 1 سيتا 1 اللي هي المسافه برضو من البدايه لحد النص بتاعي. كده انا خلاص خلصت المساله بتاعتي اللي هي المنحنى المركب. يبقى المنحنى المركب ده ايه الفكره فيه؟ ان انا بيكون عندي فيه منحنى وفي كذا نص قطر، او عندي يعني اثنين انصاف او اكتر، فبعمل ايه؟ الخطوات بتاعتي سيستماتيك جدا ما فيش فيها اي مشكله. بدخل احط الاي بتاعتي 150، اجيب منها في فيوتشر، اتاكد ان هي اكبر من الفي ناو. طب لو طلعت اقل من الفي اللي موجوده دلوقتي عرفت هعمل فيها ايه؟ واستخدم هنا ار مينيمم. طالما استخدمت ار مينيمم يبقى انا كده خلاص من هنا اجيب في فيوتشر. بعد ما اجيب في فيوتشر بقى اروح اعمل ايه؟ اروح اعوض بالار الثانيه عشان اجيب ايه الثانيه. طالما جبت اي 1 واي 2 وار 1 وار 2، وطبعا في واحده منهم كانت ثابته اللي هي 150 يعني. ادخل بقى اجيب ال اس 1 وال اس 2 وشيفت 1 وشيفت 2، وال اس 3 ده طرح ال 2 ال سبايرال من بعض، والشيفت 3 طرح ال 2 شيفتس دول من بعض. وعرفت طبعا لو انا عندي انصاف الاكتر ثابته فبالتالي الشيفت هيكون واحد بس وال اس هتكون ال اس واحده بس. كده احنا خلصنا دلوقتي لحد المنحنى العكسي، هندخل بقى دلوقتي في المنحنى العكسي ونشوف ايه المنحنى العكسي ده. هنبدا دلوقتي بقى في المنحنى العكسي ونشوف يعني ايه المنحنى العكسي ده. المنحنى العكسي ده يعني منحنيين اتجاههم عكس بعض، يعني كيرف بيبدا يطلع بعد كده في الناحيه الثانيه بيروح نازل الناحيه الثانيه كده. فالمنحنى العكسي ده معناه ان انت عندك بيكون فيه كيرفين عكس بعض. يعني احنا خدنا المنحنى البسيط اللي هو بيكون فيه ار واحده بس، المنحنى المركب كان فيه اكتر من ريدياس. المنحنى العكسي بقى انت عندك اساسا اكتر من كيرف وعكس بعض، كيرف ار واحد وفي كيرف ثاني عكسه اللي هو ليه نفس نص قطر او نص قطر مختلف يعني. طيب عشان نرسم بقى المنحنى، عشان نرسم الاي بتاعتنا او كيرف الاي اللي احنا كنا بنرسمه، في كذا طريقه، بس في طريقه مهمه هي دي اللي هنشتغل بيها. ايه هي؟ يعني انت عندك دلوقتي في قادمين بيتحركوا، القادم الداخلي والقادم الخارجي. عشان ارسم بقى الكيرف بتاع الاي او المنحنى بتاع الاي بعمل ايه؟ بحرك القادمين مع بعض، يعني القادمين بيتحركوا مع بعض ازاي؟ يعني انا في البدايه خالص بيكون في قضيب اعلى من الثاني، فاللي بيحصل ان القضيب العالي يفضل يقل، وفي نفس الوقت القضيب اللي كان قليل بيفضل يعلى لحد ما يبقوا زي بعض ويرجعوا لوضعهم الاصلي. ف
فالقادمين بيتحركوا في نفس الوقت. في البدايه القادم الخارجي بيكون اعلى من الداخلي، وبعدين اول ما نقرب من نهايه الكيرف الخارجي بيفضل يقل والداخلي بيفضل يعلى. ليه؟ عشان يحاول ايه الاي بتاعت الكيرف الثاني. يعني ايه الكلام ده؟ انا مثلا في البدايه خالص ادي عندي النقطه اهي اللي هي تبدا من خط مستقيم لحد الار بتاعتي، هاخد من هنا برده ال اس على الاثنين وال اس على الاثنين، وفي نفس الوقت برده اهو ال اس على الاثنين وال اس على الاثنين. طيب من نهايه الكيرف لحد الار، يعني ده مثلا خط مستقيم او هنا الار بتاعتي ما لا نهايه، فعشان اتنقل برده من ار بقيمه لار ما لا نهايه هاخد برده اهو ال اس على الاثنين وال اس على الاثنين، في نفس الوقت الكيرف الثاني هاخد ال اس على الاثنين واخد ال اس على الاثنين. طيب البدايه بعمل ايه بقى؟ ان انا هحرك القضيب الخارجي، القضيب الخارجي بيفضل يعلى 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 لحد ما اخلص ال اس بتاعتي، وافضل ماشي ثابت لحد بدايه الخط ده بس، اقف لحد هنا بقى. روح الناحيه الثانيه هعمل نفس الكلام بالظبط، هيفضل يعلى يعلى لحد نهايه ال اس بتاعته، وبعد كده هيفضل ماشي افقي لحد النقطه بتاعت الايه؟ ال اس اللي انا خدتها من هنا. بعد كده بقى ده يفضل يقل وده يفضل يقل عندي. فانا من الاخر في الطريقه دي عشان ارسم الكيرف بتاع ليه والمنحنى بتاع ليه، اللي انا بحرك القضيبين مع بعض في نفس الوقت، واحد بيعلى واحد بيوطى، والاثنين بيعملوا الكلام ده في نفس الوقت. طيب انا خلاص رسمت ليه والكلام ده كله، طيب ايه بقى الكونديشن اللي انا بحله في الجزء ده، او ايه يعني المعادله اللي هتحكمني في الكلام ده كله؟ المعادله اللي هتحكمني ان انا عايز المسافه دي اللي هي ايه؟ اللي هي ال اس 2 على 2 زائد المسافه دي اللي هي ال اس 1 على 2 بتساوي المسافه بين اي وبي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في المساله مثلا اللي في الشيت كان قايل لك ان المسافه بين اي وبي 150 متر، فانا عايز احقق ان نص طول السبايرال من الناحيه دي زائد نص طول السبايرال من الناحيه دي بيساوي 150، وهو ده كل هدفي دلوقتي. فايه كل هدفي؟ ان انا احقق المعادله دي ان هي ال اس 1 زائد ال اس 2 على ال 2 بتساوي الديستانس بين اي وبي. طيب تمام انا وصلت المعادله دي، هعمل ايه بقى عشان احل؟ هو اللي مطلوب منك في الاخر، مطلوب منك ان انت تحسب ال اس والفي فيوتشر والايه والشيفت، اللي هي الحاجات اللي احنا كنا بنحسبها قبل كده بالظبط. طب ايه الستبس بتاعتنا؟ كانت اول ستبس ايه هي؟ كنا بنحط الاي ب 150 بتساوي 8 في فيوتشر على الار مينيمم، ونتاكد ان الفي فيوتشر اكبر من الفي ناو. طب بعد ما نتاكد ونلاقيها اكبر نجيب بقى من هنا اي 2، طالما جبت اي 1 اللي هي ب 150 واي 2 تروح جايب بقى ال اس 1 وال اس 2. طيب بعد ما جبت ال اس 1 وال اس 2 لازم اتاكد بقى ان ال اس 1 زائد ال اس 2 على الاثنين اقل من المسافه المستقيمه اللي هي اقل من الايه اللي هي الاي بي اللي هي من 150 دي مثلا، فلازم اتاكد ان ال اس 1 زائد ال اس 2 على الاثنين بتساوي المسافه المستقيمه اللي هي بين الكيرفين بتوعي. طيب لو لقيت بقى المسافه بتاعتي اللي هي اس 1 زائد ال اس 2 على الاثنين اكبر من المسافه اساسا، لا يبقى انا كده مش هينفع اعمل الكيرفين بتوعي. هعمل ايه بقى؟ هروح اشوف المينيمم كده، هروح اجيب ال اس 1 مينيمم واجيب ال اس 2 مينيمم، هو نفس قانون ال اس بالظبط بس بدل 10 8، يبقى 8 في فيوتشر في على 1000. طيب اجيب بقى من هنا ال اس 1 مينيمم زائد ال اس مينيمم على 2، لازم برضو احقق ايه؟ ان ال اس وال اس 1 مينيمم زائد ال اس 2 مينيمم على 2 اقل من المسافه بين الكيرفين. طب لو لقيتها يبقى انا كده تمام قوي، جبت ال اس مينيمم زائد ال اس مينيمم 2 على 2 اقل من المسافه بين الكيرفين. طيب هي كده سيف، بس برضو في مسافه انا سايبها كده ما بعملش فيها حاجه فعايز استغلها، فهعمل ايه؟ هيبقى عندي معادلتين في مجهولين، ال اس 1 على ال اس 2 بتساوي ار 2 على ار 1 لان العلاقه بينهم عكسيه، والمعادله الثانيه اللي هي ال اس 1 زائد ال اس 2 على 2 بتساوي مسافه من الكيرفين. معادلتين في مجهولين اجيب ال اس 1 وال اس 2. طيب لو اصلا بقى ال اس مينيمم زائد ال اس 2 مينيمم على 2 طلعت اكبر من المسافه من الكيرفين، ده هي كده ان سيف اساسا، فكده هرجع ايه؟ هرجع المعادله الاصليه اللي بتحكمني اللي هي ال اس 1 زائد ال اس 2 على 2 بتساوي مسافه من الكيرفين، بس دي معادله بقى في مجهولين. هعمل ايه؟ فك كده ال اس 1 اللي هي 10 في فيوتشر في 1 على 1000. طيب هنا برضو عندي معادلتين في مجهولين، عندي في فيوتشر والاي، فك الاي برضو الاي بتاعتنا بتساوي ايه؟ اللي هي 8 في فيوتشر على الار، بس كده كده انا عندي معادله واحده في مجهول واحد اللي هي الفي فيوتشر. اجيب من هنا الفي فيوتشر وبعد كده بقى اروح اجيب اي 1 واي 2 وال اس 1 وال اس 2. يبقى تاني نرجع تاني بنعمل ايه في المساله دي؟ اول حاجه بدخل بحط بجيب الاي بتاعت 150 باستخدام الار مين واجيب في فيوتشر، من الفي فيوتشر بعد ما اتاكدت ان هي اكبر من الفي اللي موجوده دلوقتي استخدم اجيب ال اس 2، اتاكد بقى من ال اس 1 زائد ال اس 2 على 2 اقل من المسافه الموجوده. طب لو طلعت اكبر يبقى انا كده عندي حلين، اول حل ان انا هجيب مينيمم 1 ومينيمم 2 واتاكد ان هو اقل من المسافه من الكيرفين، لو لقيته سيف تمام يبقى كده راح احط المعادلتين دول اجيب من هنا ال اس 1 وال اس 2. طيب الحل الثاني لو طلعت اس 1 زائد ال اس 2 على 2 اساسا المينيمم اكبر، فساعتها هخليها معادله في مجهول واحد اجيب من هنا الفي فيوتشر، والدنيا توضح اكتر بالمساله يعني. فالمساله هنا جايب لي سبايرال، جايب لي هنا منحنى عكسي ار 2 ب 1000 وار 1 ب 800 وفي مسافه بينهم 150 متر. اول حاجه هعمل ايه؟ احط الاي ب 150، هجيب في فيوتشر اتاكد اللي هي اقل من الموجوده دلوقتي، بعد كده اروح اجيب اي 2
جبت اي واحد واثنين اروح اجيب ال اس 1 وال اس 2، اجيب ال اس 1 زائد ال اس 2 على الاثنين واتاكد ان هم اكبر من كام؟ اكبر من المسافه دي، اتاكد ان هم اقل من المسافه دي اللي هي 150. طب لو طلعت اكبر يبقى اروح اجيب المينيمم. المينيمم هو هو ال اس بالظبط بس بدل 10 8. طيب جبت ال اس 1 مينيمم وال اس 2 مينيمم، اتاكد ان هو اقل من المسافه، طلعوا سيف، خلاص يبقى انا كده طلعوا سيف، فخلاص احط المعادلتين بتوعي اللي هم ال اس 1 على ال اس 2 بيساوي ار 2 على ار 1، ادي اول معادله. وتاني معادله ان ال اس 1 زائد ال اس 2 على الاثنين ب 150 متر. معادلتين في مجهولين اجيب ال اس 1 وال اس 2. فالموضوع بسيط جدا، يعني انت خلاص بتحط 150 وبعد كده في فيوتشر وتشوف الكلام ده كله مع بعض يعني. طيب كده ناقصنا فكرتين في الشابتر ده عشان نخلص منه. الفكره اللي قبل الاخيره هي بقى ان انا عندي منحنى راسي مع عكس في نفس الوقت، او راسي يعني مع افقي في نفس الوقت. منحنى افقي احنا عارفينه، اهو ده المنحنى الافقي اللي احنا عارفينه، وبنيجي هنا عند النقطه دي وناخد ال اس 1 2 على الاثنين يمين وشمال وهكذا برضه عند النقطه بي. طيب المنحنى الراسي بقى لقيت ان انا عندي في نفس المنطقه دي كده هحط منحنى راسي. يعني ايه منحنى راسي؟ يعني انا عندي في ميل الارض بتاعتي مايله فهعمل فيها منحنى راسي اللي احنا شرحناه في اول الشابتر. طيب المنحنى الراسي هنا اللي هو ال فيرتيكال مش متقاطع مع المنحنى الراسي، فتمام او مفيش مشكله. طب لو لقيتهم هما الاثنين لازقين مع بعض كده برده مفيش اي مشكله، لكن المشكله هتظهر لو انا في منحنى راسي وعكسي في نفس الوقت. يعني هنا مثلا لقيت ال ال فيرتيكال موجوده من جزء من ال اس، فده طبعا مش هينفع. فايه الاخر ان انا اعمل ايه؟ ال اس وجنبها بالظبط ال فيرتيكال، لكن انا ما ينفعش اعمل منحنى راسي معكسي في نفس الوقت. طيب ايه الحاله الجنرال برده اللي هشتغل عليها؟ نفس الكلام، ان ال اس 2 على الاثنين زائد ال فيرتيكال على الاثنين بتساوي المسافه الافقيه اللي انا عايز اسيبها دي. طب ايه هي المسافه الافقيه اللي انا عايز اسيبها دي؟ طيب قبل ما نشوف المسافه دي تعال نشوف الستبس ونقول ايه المسافه دي على مثال الدنيا توضح اكتر. يعني هي نفس الامثله ونفس الخطوات اللي احنا عملناها بالظبط. هنحط الاي بتاعتنا 150، نجيب منها 8 في فيوتشر ونجيب التربيع على الار المينيمم، ونجيب من هنا ايه الفي فيوتشر نتاكد ان هو اكبر من الفي الموجوده دلوقتي، ونجيب اي 2. بعد كده نروح نجيب اي 1 واي 2 كده معانا، نروح نجيب بقى ال اس 1 وال اس 2. طيب ايه اللي لازق في الكيرف اساسا؟ يعني هنا دي ال اس 2 ما تهمنيش، انا اللي يهمني اللي موجود جنب ال ال فيرتيكال اللي هي ال ال اس. طيب ايه بقى المعادله اللي تحكمني؟ ان ال اس على الاثنين زائد ال فيرتيكال على الاثنين بتساوي مسافه كده. طب ايه المسافه دي؟ لو رجعنا كده للشيت في مساله مثلا نطبقها هنا، مثلا انا اهو عندي اهو منحامل من هنا لمنحنى راسي افقي، وتحت هنا هو عندي في الاليفيجن قطعت طولي في منحنى راسي، يعني انا فوق منحنى افقي وتحت منحنى راسي. ايه بقى المسافه اللي تحكمني؟ ان هنا لما اجيب ال اس 2 على الاثنين زائد ال فيرتيكال على الاثنين تكون اقل من ال 80 متر اللي هي المسافه بين اي وبي. فهنا بالظبط هنجيب ال اس 2 على الاثنين وال فيرتيكال على الاثنين لازم تكون اقل من المسافه دي. طب لو طلعت اكبر نفس الكلام بنعمل ايه؟ بنروح نجيب ال اس مينيمم وال فيرتيكال مينيمم. طيب ال اس مينيمم احنا عارفين اللي هي 8 في فيوتشر اي 1 على ار 1 او اي 2 على ار 2 على حسب يعني الار بتاعتي اللي انا بس بجيبها. انا بستخدم بجيب الحاجات اللي جنب القريبه من الفيرتيكال، يعني لو ده 2 وده 1 يبقى انا هشتغل على الواحد. طيب جبت ال اس مينيمم، ايه الفيرتيكال مينيمم بقى بتتجاب ازاي؟ نرجع كده لاول الشابتر خالص، كان في قانون ان ايه الفيرتيكال مينيمم بتساوي الار في في الدلتا جي. طب احنا عايزين نجيب ايه الفيرتيكال مينيمم، يبقى كده لازم نستخدم ار فيرتيكال مينيمم اللي هي الماكسيمم من قيمتين ربع في فيوتشر تربيع وال2000. نجيب من هنا ايه الفيرتيكال مينيمم، نتاكد بقى ان ايه الاس مينيمم زائد ايه الفيرتيكال مينيمم على الاثنين اقل من المسافه دي. لو طلعت اقل خلاص تمام مفيش اي مشكله. طب لو طلعت اكبر يبقى لا هخليها معادله بقى في مجهول واحد، هقول ال اس 2 على 2 زائد ال فيرتيكال على 2 بيساوي 2 في المسافه، وساعتها نفك ال اس نخليها فانكشن في الفي فيوتشر، ونفك برده ال في ونخليها فانكشن في الفي فيوتشر، ومن هنا نقدر نجيب الفي فيوتشر وبعدين نجيب الاي والال اس والال فيرتيكال. هي نفس الخطوات بتاعت المساله اللي فاتت بالظبط. طيب نطبق على مثال الشيت مثلا، هنا هنعمل ايه؟ هنعمل برده هنا ال اس على 2 وال فيرتيكال على 2. فاول حاجه بنعملها ايه؟ بنحط ال 150 بتساوي 8 في فيوتشر تربيع على ال 1000، نجيب من هنا في فيوتشر نتاكد ان هي اكبر من الفيل اللي موجوده دلوقتي. طيب خلاص لقيت ان هي اكبر من الفيل اللي موجوده دلوقتي، روح هات اي 2. بعد ما جبت اي 2 اجيب ال اس 1 وال اس 2. طيب انا هنا عندي انصاف الاقطار ثابته، يعني هنا ار 1 ب 1000 وار هنا ب 1000 برضه، فال اس 1 هتكون هي ال اس 2. طيب انا بقى المعادله اللي تحكمني ان ال اس زائد ال فيرتيكال على 2 لازم تكون اقل من انهي مسافه بقى؟ اللي هي المسافه بين اي وبي اللي هي ب 80 متر. طيب جيت هنا لقيت اكبر من ال 80 متر، اول حل يجي في بالي اعمل ايه؟ اروح اجيب المينيمم، هروح اجيب ال اس مينيمم وال فيرتيكال مينيمم، اتاكد ان ال اس مينيمم زائد ال فيرتيكال مينيمم على ال 2 تكون اكبر من المسافه بتاعتي. طيب في حاجه ثانيه بقى، ال فيرتيكال مينيمم هنا احنا كنا قبل كده لما كنا بنشرح في اول الشابتر كنا بنقول ال فيرتيكال مينيمم ب 20 متر، فهنا طلع 18.8 فالمفروض اخده 20، فدي غلطه، المفروض اخدها هنا ب 20 وبرضه اشيل ال 18.8 واخليها 20.
اروح اتاكد بقى اجيب ال اس ام انا مزود الفيرتيكال مينيمم على الاثنين، لقيتها برضو اكبر من المسافه اللي عندي، يبقى كده انسيف. كده بقى ايه الحل الوحيد اللي عندي؟ ان انا اخليها معادله في مجهول واحد، ان انا افك ال اس اخليها فانكشن في الفي فيوتشر، وافك ال في واخليها فانكشن في الفي فيوتشر، ويبقى عندي مجهول واحد بس اللي هو الفي فيوتشر. بس كده جبت الفي فيوتشر، بقى اروح اجيب الاي الجديده والال اس الجديده والار فيرتيكال والار فيرتيكال الجديده بس، وطبعا الال فيرتيكال الجديده. فهي المساله سيستماتيك جدا، ما فيش فيها اي مشكله، ان احنا بنجيب ال اس والال فيرتيكال ونتاكد ان هي اقل من المسافه، طلعت اكبر نروح نجيب المينيمم، طلع المينيمم مش سيف نخليها معادله في مجهول واحد بس كده. طيب نيجي بقى لاخر فكره خالص، اللي هو لو انا عندي منحنيات افقيه من غير بقى سوبر اليفيجن، يعني ما بعملش فيه مسافه بين القضيب الداخلي والخارجي، طب هو ده ينفع؟ احنا قبل كده المفروض كنا بنقول العربيه بتاعتي او العجل القطر بتاعي يتقلب لو انا ما خليتش فيه ايه في السوبر اليفيجن. هنا مثلا لما اجي هنا اتغير من منحنى لمنحنى تاني، كده المفروض عجله الطرد المركزيه هنا في اتجاه وهنا في اتجاه تاني، فازاي هتغير في نفس اللحظه كده؟ فلازم المفروض كنت اعمل سوبر ريفيجن. طيب ففي حاجات، فهو لما يجي يقول لي المساله بتاعتي ما فيهاش سوبر ريفيجن، في كذا شرط لازم نحققهم. ايه او ايه هم؟ عندنا ثلاث شروط. اول شرط ان لازم الاي ماكسيمم بتاعته تكون 0.65، لازم العجله الماكسيمم بتاعتي تكون 0.65. فلما احط العجله بتاعتي اللي هي الاي ماكسيمم اللي هو قانونها فيه تربيع على 12.96 ار بتساوي 0.65، من هنا اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الار بتاعتي. كده اول معادله هي جبت منها الار. انا هيبقى عندي ثلاث معادلات اجيب منهم من انصاف الاكتر واخد الاكبر منهم. طيب كده انا جبت الار دي من اول معادله. طيب ثاني كونديشن او ثاني حاجه تحكمني ان التغير في العجله يساوي 7 من 10، يبقى لازم دلتا ايه ماكسيمم بتساوي 7 من 10. طب دلتا ايه ماكسيمم ده بيساوي ايه؟ في تربيع دلتا كي على 12.96 في ال 1000. طيب المفروض يكون موجود عندي الار، فين برضو الار في المعادله؟ انا عندي الدلتا كي بتساوي ايه؟ بتساوي كي 1 ناقص كي 2، بس انا عندي هنا مثلا لو عندي منحنى عكسي يبقى الاثنين عكس بعض، يبقى الناقص ناقص، يبقى دلتا كي بتساوي كي 1 زائد كي 2. برضه فين الار يعني؟ كي 1 اللي هي الفا على ار 1 وكي 2 اللي هي الفا على ار 2، فادي اهو من هنا اقدر اجيب الار بتاعتي، ودي كده كانت ثاني معادله اقدر اجيب منها الار. يبقى انا كده عندي معادلتين جبت منهم الار، اللي هم الاي ماكسيمم جبت منها الار، والدلتا اي ماكسيمم برضه جبت منهم الار. في معادله ثانيه بقى اللي هي بتاعت الار جي زائد السي. ايه الار جي زائد السي؟ يعني الانحدار الحاكم بتاعنا. انا مثلا هيقول لي في السؤال اللي انا عندي انحدار حاكم ب 3 من 1000، يبقى من المعادله دي برضو اروح اجيب نص القطر بتاعي. فلما الدنيا اربطها بمثال هتوضح اكتر، يعني في المهم نعرف ان في اللي انا قلته ده اللي انا عندي ثلاث شروط محتاج احققهم عندي يعني. طيب بالنسبه للتغير في العجله، لازم عشان استخدم المعادله بتاعه التغير في العجله دي لازم التو كيرفز يكونوا لازقين مع بعض بالظبط، يكونوا لازقين في بعض، ما يكونش في اي مسافه افقيه بينهم، وده هنشوفه في المثال اكتر يعني. فنيجي ندخل في المثال دلوقتي وان شاء الله الدنيا تكون واضحه اكتر يعني. طيب هنا مثلا في الشيت قايل لي ان انا عندي هنا بتحرك مثلا من نقطه A لنقطه B، وبتحرك هنا اهو على كيرف، وبعد كده بعكس هنا اتجاه وبروح على كيرف تاني. طيب هنا بقى عرفت منين اللي انا هستخدم برضو الحل ده دلوقتي؟ ان هنا قايل لي ان الاي بتاعتي بتساوي صفر، يعني قايل لي اهو انه لا ينفذ ارتفاع ظهر عن بطن، يبقى بالتالي الاي بتاعتي بتساوي صفر، يبقى انا كده هستخدم الكلام اللي انا قلته دلوقتي. طيب بالنسبه لازم اعرف الاي ماكسيمم بكام والدلتا اي ماكسيمم بكام. طيب هنا هو قايل لي ايه؟ الانحدار الحاكم للخط 3 من 1000، ماشي، يبقى دي اول حاجه هستخدمها اللي انا عندي الانحدار الحاكم بتاعي 3 من 1000. طيب لازم برضو العجلات، لازم اشوف في العجله بتاعتي بكام والتغير في العجله بكام. هنا كان قايل لي كانت اقصى عجله طرد ثابته او تغيير فيها تساوي ثلثي اقصى قيمه، يعني انا عندي اقصى، يعني انا عندي ايه ماكسيمم بتساوي ثلثين الايه، ودلتا الايه ماكسيمم بتساوي ثلثين دلتا ايه، وانا طبعا عارف ان الايه ماكسيمم 7 من 10 والدلتا ايه ماكسيمم بال 0.65. طيب هعمل ايه برضو؟ هروح احط المعادله بتاعتي ايه ماكسيمم. انا هو كان قايل لي ان الايه ماكسيمم بتاعتي بثلثين قيمتها الماكسيمم، يعني ثلثين في 0.65. طيب يبقى الثلثين ايه ماكسيمم بتساوي في تربيع على 12.96 ار، من هنا اقدر اجيب الار، يبقى دي ار مينيمم. طب هو انا عندي كام ار اساسا في المساله بتاعتي؟ عندي اهو ار 1 وعندي اهو ار 2. طب الار اللي انا جبتها دي بقى ار 1 ولا ار 2؟ دي ار للار 1 وار 2، يعني ار 1 مينيمم وار 2 مينيمم للمساله كلها. طيب ده كده اول كونديشن. تاني كونديشن بقى وتاني شرط عندي للدلتا الاي ماكسيمم. طيب هطبقه بقى بين انهي كيرفين؟ المفروض الدلتا الاي ماكسيمم ده بطبقه في المنحنيات العكسيه. انا هنا عندي في المساله كام منحنى عكسي؟ ادي هو انا عندي اول منحنى اهو اللي هو راح كده وبعد كده جه كده تاني كده، فادي هو منحنى عكسي، وادي تاني منحنى عكسي اللي هو اهو كان لفوق وبعد كده نزل لتحت. فانا هنا عندي منحنيين عكسيين بس. لا في حاجه بقى انا كنت قايلها، كنت قايل ان المعادله بتاعت التغير في العجله دي عشان اطبقها لازم الكيرفين يكونوا لازقين في بعض بالظبط. طيب الكيرف الثاني ادي اهو كان نازل لتحت وبعد كده طالع لفوق على طول، فدول لازقين في بعض، لكن الاولاني انت عندك كان الكيرف تحت اهو وبقى في مسافه افقيه وجي بعديها الكيرف اللي بعده، فبالتالي في هنا مسافه افقيه فمش هطبق عليها التغير في العجله.
فبالتالي المعادله بتاعت التغير في العجله هطبقها على ايه؟ على الكيرف اللي من الاخر خالص. فبالتالي الدلتا الاي ماكسيمم بتساوي ثلثين قيمتها، يعني ثلثين في 7 من 10. طيب قلنا الدلتا الاي ماكسيمم بتساوي ايه؟ في تربيع دلتا كي على 12960. طب الدلتا كي بتساوي ايه؟ 1000 على ار 1 زائد 1000 على ار 2. طب هو انا اساسا بطبقه بين انهي كيرفين؟ الكيرف ده والكيرف ده اللي هو النص القطر بتاعهم ثابت اساسا ار 2. فبالتالي 1000 على ار 2 زائد 1000 على ار 2 اللي هو بقى 2000 على ار 2. طيب من المعادله دي اجيب هنا ايه؟ ار 2. طيب كده انا جبت كذا، كده جبت يعني نص قطر مرتين، مره للاي ماكسيمم ومره للدلتا الاي ماكسيمم. ناقص لي بقى اخر واحده اللي هي ايه بقى؟ معادله الار جي زائد سي او الانحدار الحاكم اللي احنا كنا بنجيبها في شابتر واحد. طيب هو الار جي زائد سي بيساوي ايه؟ بيساوي ار سي زائد الار جي. طيب الار سي بتاعتي بكام؟ ب 500 على الار. طب الار جي بتاعتي بتساوي ايه؟ جي على اكس في 1000. يعني لو انا عندي المسافه الافقيه اكس وفرق المناسيب جي، فالار جي بتاعتي بتساوي جي على اكس في 1000، وال 1000 ده عشان انا هخليها من 1000، يعني 3 من 1000 4 من 1000. طب ما تجيب الجي في طرف لوحدها كده، هلاقي ان الجي بتاعتي بتساوي ار جي زائد سي ناقص 500 على ار في الاكس على 1000. بس كده، دي بقى المعادله الجنرال اللي انا هستخدمها. القانون ده هطبقه على كل المساله اللي عندي، يعني انا المساله اللي عندي كلها هطبق عليها القانون ده، يعني بين كل نقطتين هطبق عليهم الكلام ده. طيب ناخد بقى المساله بتاعتنا واحده واحده، او ناخد بقى يعني السهل عندنا. طب ايه السهل اللي عندنا؟ السهل اللي عندنا اللي هو مديني المفروض لازم يكون في نقطتين بينهم اليفيجن، فهطبق المعادله دي بين ايه وايه؟ بين ايه والنقطه دي اللي هو مديني الاليفيجن بتاعهم. طيب وهطبق ايه تاني؟ وهطبق بين النقطه دي مش مديني الفيجن بتاعها، فانا هطبق بين كل النقط اللي مديني الفيجن بتاعها. طب هو مديني الفيجن بتاع نقطه تي ب 21، والفيجن نقطه سي ب 30، والفيجن نقطه بي 21. يبقى انا هطبق المعادله دي بين اي وسي وسي وبي، يعني هطبقها على المسار كله من الاخر يعني. طب ايه الاسهل دلوقتي؟ اللي انا اطبقه بين اي وسي ولا اللي انا اطبقه بين سي وبي؟ الاسهل اللي انا اطبقه بين سي وبي الاول. ليه؟ لان انا عندي من سي لبي ما عنديش غير مجهول واحد بس اللي هو ار 2، لكن من اي لسي عندي مجهولين، عندي اهو مجهول ار 1 ومجهول هنا ار 2. فانا هطبقه الاول بين سي وبي. طب هطبقه ازاي بين سي وبي؟ طبق المعادله دي هنا، الجي بتاعتي اللي هو فرق المنسوبين اللي هو 30 ناقص 21 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 9، بتساوي ار جي زائد السي اللي هي ب 3 ناقص 500 على ار، الار بتاعتي مجهوله اللي هي ار 2 على 1000 في اكس. ناقصني الاكس، اجيب اكس ازاي او هي المسافه من سي لبي؟ انا عارف ان طول الكيرف بيساوي المفروض نص القطر في السيتا بتاعتي، الار في السيتا. طيب السيتا عندي بكام؟ عندي هنا السيتا من هنا لهنا هي ب 60 درجه، هو مداني ب 60 درجه، والسيتا من هنا لهنا ب 60 درجه، يبقى بالتالي كده الزاويه بتاعتي بكام؟ 60 و60 اللي هم 120، يبقى ده اهو 60 في باي على 180 طبعا عشان احولها راديان في الار في 2، عشان انا عندي 60 و60 يعني 120. يبقى بالتالي طبقت المعادله دي، الجي بتاعتي بتساوي ار جي زائد سي ناقص 500 على ار في الاكس، الاكس عشان اجيبها المفروض نص القطر اللي هو ار 2 في السيتا. السيتا عندي بكام؟ اللي هي 120 وحولتها، كده جبت من هنا ار 2. طيب اطبق بقى نفس المعادله دي بالظبط بين ايه بقى؟ بين النقطتين التانيين اللي هم بين ايه لسي. طيب اطبقها بين ايه لسي ازاي؟ تعال نشوف من ايه لسي. من ايه لسي عندي كذا مسافه، عندي المسافه الافقيه دي خالص اللي هي ما فيهاش اي مشكله. المسافه دي كام اساسا؟ المسافه دي افقيه اللي هي من 13 نص كيلو ل 14 كيلو اللي هي نص كيلو، يعني 500 متر. فانا في البدايه عندي خالص 500 متر، دي اللي هي المسافه الافقيه. طيب بعد كده ناخد بقى من النقطة دي للنقطة دي. طب من النقطة دي للنقطة دي هطبق المعادلة بتاعتي ازاي؟ ده كيرف، فطبق المعادلة بتاعتي اللي هي 3 ناقص 500 على ار 1، دي ما فيهاش فيها أي مشكلة. في الزاوية بتاعتي أو في المسافة بتاعتي، طب المسافة بتاعتي بتساوي إيه؟ ار في سيتا. طب الار بتاعتي اللي هي ار 1، السيتا أهي ومدالك 60 درجة، يبقى 60 باي على 180، يبقى ار في 60 باي على 180 على 1000. طبعا الكلام ده هزوده على ال 500 بتوعي. ماشي، ناقص لي ايه بقى؟ ناقص لي من 2 من الزاويه دي للزاويه دي، او قصدي المسافه دي. انا كده خلصت المسافه دي، خلصت المسافه دي، ناقص لي المسافه دي. المسافه دي برضو افقيه. طيب تتجاب ازاي المسافه الافقيه دي؟ المسافه الافقيه دي ليها قانون، يعني طول ما انت في مسافه افقيه وانت مش عارف قيمتها فالمفروض هتستخدم القيمه المينيمم بتاعتها. طب ايه القيمه المينيمم بتاعتها؟ اللي هي بتكون في على 10. يعني انا السرعه بتاعتي كانت ب 60 على 10، فالمسافه دي 6 متر. فخلاص من غير ما اعمل اي حاجه ولا دخل حوارات السيتا ولا الكلام ده، المسافه الصغيره دي بكام؟ ب 6 متر. يبقى انا هزود على الكلام ده 6 متر. ماشي، ادي اهو 6 متر. زائد ناقص لي بقى اخر مسافه اللي هي بين النقطه دي لحد نقطه سي. طيب هجيبها ازاي؟ انا عارف القانون بتاعي اللي هو ار جي زائد سي ناقص 500 على ار 2 في المسافه اللي انا مشيتها. طب المسافه اللي انا مشيتها اللي هي من هنا لهنا ار في سيتا، الار بتاعت اللي هي ار 2 في السيتا اللي هي ب 60 درجه. يبقى في 60 باي على 180. بس كده بقى اطبق بقى الكلام ده كله، هقول التسعه بتاعتي
او فرق الفيجن يعني اللي هو كام، من 30 ناقص 21 اللي هو التسعة. هيبقى التسعة بقى بيساوي مجموع كل الكلام اللي انا لسه قاله ده دلوقتي، هيبقى التسعة بيساوي كل الكلام اللي انا لسه قاله دلوقتي ده. طب انا عندي مجهولين، عندي ار واحد وعندي ار اتنين، بس لا، ما انا اهو من المعادله من فوق جبت ار اتنين، عشان انا لما استخدمت نهايه الكيرف جبت ار اتنين اهو، جبت من هنا ار اتنين عندي طلعت 1600 متر. عشان كده انا رحت حليت انهي جزء الاول، حليت الجزء اللي في الاخر ده الاول عشان اجيب منه ار اتنين، فاروح هنا اعوض بار اتنين اللي هي ب 1600، اجيب من هنا ايه بقى، اجيب من هنا ار واحد. كده انا خلاص جبت ار واحد وجبت ار اتنين. هستخدم بقى انهي ار؟ هستخدم القيم الماكسيمم بقى. يعني مثلا انا في الكونديشن الاولاني اللي هو بتاع العجله كنت جبت الار بتاعتي ب 641، ومن الدلتا ايه ماكسيمم طلعت الار بكام؟ ب 1190. طيب من الار جي زائد السي ب 1115 و1600، يبقى انا كده القيم الماكسيمم بتوعي كام؟ اللي هي 1600 وال 1115، يبقى هي دي قيم الماكسيمم اللي انا هستخدمها. طيب لو انا كنت بقى طلعت انصاف اقطار مش من المعادله دي، يعني طلعت انصاف اقطار من المعادله مثلا بتاعت العجله او التغير في العجله كانت هما الماكسيمم، ساعتها بقى كنت لازم تروح تجيب ار جي زائد سي جديده. يعني لو انت مثلا الار ماكسيمم واحد وار ماكسيمم اثنين كانوا ما طلعوش من المعادله بتاعت الار جي زائد سي، ساعتها كنا نروح نجيب ار جي زائد سي جداد يعني. طيب فهي من الاخر اصعب فكره، بس هي الفكره دي كانت اصعب حاجه في الشابتر، يعني اللي هو لما يكون عندي اكتر من، يعني ما يكون عندي الاي بتاعتي بتساوي صفر، فساعتها بعمل ايه؟ بستخدم المعادله بتاعت العجله والمعادله بتاعت التغير في العجله عشان لازم استخدمها، لازم الكيرفين يكونوا لازقين في بعض، وثالث معادله بستخدمها اللي هي بتاعت الار جي زائد سي، بطبق المسافات بتاعتي بين كل نقطتين. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا الشابتر بمسائل الشيت اللي كانت مطلوب، اللي كانت محلوله في السكاشن يعني. هنطبق بقى على مسائل اكتر برضو اللي هي بقى الشيت اللي مطلوب مننا نحله، فان شاء الله دلوقتي هنحل بقى الشيت اللي مطلوب مننا نحله دلوقتي يعني. طيب نيجي بقى للشيت بتاعنا. الشيت بقى بيقول ايه؟ هو طبعا نماذج انا بس نفس الفكره، هو بس الارقام مختلفه. هنا مثلا بيقول لي منحنى الصدار الرئيسي يصل بين الملين جي 1 ب 6 وجي 2 بسالب 4، يعني جي 1 موجبه وجي 2 سالبه، يبقى ده كده كريست. خط السكه حديد سرعته القوس وكذا، عايز احسب طول هذا المنحنى بحيث ان يكون السير سلسا. طيب هو طول المنحنى اساسا بيساوي احنا عارفين اللي هو الار في في الدلتا جي. طب الار في بتاعتنا اللي هي بكام؟ ب 4 من 10 في تربيع. طب الدلتا جي اللي هي جي 1 ناقص جي 2 على 1000 اللي هي 6 ناقص ناقص 4 على 1000، ومن هنا اقدر اجيب ال ان في بتاعتي او طول المنحنى اللي هو عايزه. طيب تاني مطلوب طالب ايه؟ طالب يقول لك منسوب بدايه المنحنى، اذا علم ان منسوب النقطه النظريه لتقاطع الملين كذا، يعني هو مدي لك منسوب البي في اي ب 20 متر وطالب منسوب البي في سي. ماشي، المنسوب البي في سي بيساوي ايه؟ اللي هو البي في اي ناقص جي 1 اللي فيرتيكال على الاثنين على ال 1000، اعوض اجيب من هنا البي في سي. نفس الكلام في التعويضه برضو، اعوض اجيب من هنا الاي في سي اللي هو عايزها، هو عايز البي في سي وعايز برضو الاي في سي اللي هو منسوب بدايه المنحنى ومنسوب نهايه المنحنى، ودول القانونين اللي احنا قلناهم في الاول خالص. ماشي، منسوب منتصف المنحنى نعوض برضو في القانون الجنرال بتاعنا، اللي هي منسوب منتصف المنحنى القانون بتاعي بيساوي البي في اي ناقص اكس سكويرد على الاثنين الار في، معانا الاكس سكويرد اللي هي بتساوي ال فيرتيكال على الاثنين عشان هو عايز عند نص المنحنى، نعوض من هنا نجيب منتصف الفيجن بتاع منتصف نص المنحنى. كان في قانون تاني انا كنت قايله، لو انت عوضت في القانون ده او القانون ده انا كنت قايله في الاول، الاثنين هيطلعوا نفس الناتج بالظبط. وده كده كان اول سؤال. طيب تاني سؤال بقى، تاني سؤال بيقول لي انا عندي جزء من سكه من خط سكه حديد سرعته التصميميه 100، يتكون من منحنى مركب انصاف اكتر ومديني ار واحد ومديني ار اثنين. يعني انا من عندي هنا منحنى خط سكه حديد يتكون من منحنى مركب مديني نص قطر ار واحد ومديني ار اثنين ومديني السرعه بتاعتي، عايز ال اس واحد وال اس اثنين وعايز الشيفت واحد وعايز شيفت اثنين. طيب يبقى احنا هنعمل ايه؟ نفس اللي احنا كنا بنقول عليه بالظبط، ان احنا نحط الاي بتاعتنا 150 بتساوي 8 في فيوتشر على انهي ار بقى؟ الار المينيمم بتاعتنا اللي هي 800، نجيب الفي فيوتشر ونتاكد ان هي اكبر من الفي ديزاين بتاعتنا. طيب اتاكدنا ان هي اكبر خلاص، نروح نعمل ايه بقى؟ نجيب ال اس واحد. طيب بعد ما جبت ال اس 1 اللي هي 10 في فيوتشر في اللي هي 1 فيوتشر، ماشي، عايز اجيب ال اس 2 اللي هي 10 في الفي فيوتشر في 2 فيوتشر. طيب 2 فيوتشر اللي هي المفروض قصاد ار 2 مينيمم اللي هي 150، طب اي 1 فيوتشر نجيبها ازاي؟ اللي هي 8 في الفي اف تربيع على ار 1 اللي هي ب 1000. بس كده جبنا ال اس 1 وال اس 2 وجبنا شيفت 1 وجبنا شيفت 2، بس ببساطه خالص. فهي من الاخر كلها المساله كلها تعود مباشر، هو انا زي ما قلت المسائل بتكون بسيطه جدا لو انت عارف القوانين، هي لازمه كلها بتكون في الرسم بس لو كان طالب رسم يعني. طيب المساله دي برضو زي اللي احنا حليناها، طالب جزء من خط سكه حديد، عندي هنا منحنى عكسي المسافه المستقيمه اللي بينهم 120 متر، مديني السرعه القصوى للخط 90 واقصى ارتفاع ظهرا بطني يعني الاي بتاعتي ب 150، وعايز بقى مديني ار 1 ومديني ار 2. طيب ايه المطلوب؟ اكيد برضو طالب نفس المطالب اللي هي ال اس 1 وال اس 2
بس، وطالب ال ال اس 1 وال اس 2. طيب تعالوا نشوف هنجيب ال اس 1 وال اس 2 ازاي. انا مبدئيا اول خطوه بعمل ايه، ان انا بحط الاي بتاعتي 150 تساوي 8 في فيوتشر تربيع على ار مينيمم. هنا ار مينيمم بتاعتي ار 1، يبقى ال 150 دي هي اي 1. ماشي، جبت في فيوتشر وتاكدت ان هي اكبر من الفي بتاعتي اللي موجوده، هروح اجيب اي 2 فيوتشر. ماشي، بعد ما جبت اي 2 فيوتشر هروح اجيب بقى ال اس 1 وال اس 2. طيب ايه بقى التشيك اللي بعمله؟ ان لازم ال اس 1 زائد ال اس 2 على الاثنين تكون اقل من كام؟ اقل من 120 متر. هروح اشوف الكلام ده متحقق ولا لا. هروح اجيب ال اس 1 زائد ال اس 2 على 2، ما طلعش اقل من 120، طلع اكبر من 120. ساعتها بقى اروح اعمل ايه؟ هروح اجيب ال اس 1 مينيموم وال اس 2 مينيموم واقسمهم على الاثنين واشوف اكبر من 120 ولا لا، هيطلع اكبر برضه من 120. يبقى ساعتها بقى اعمل ايه؟ ما قداميش غير اخر حل، ان انا اخليها معادله في مجهول واحد، ان انا اقول ال اس 1 زائد ال اس 2 على الاثنين بتساوي 120. افك ال اس 1 اللي هي 10 في الفي اف، وافك اللي هي اخليها برضه في الفي اف، ادي هي معادله في مجهول واحد، اجيب الفي اف بس كده. بعد ما جبت بقى الفي اف اجيب اي 1 فيوتشر و2 فيوتشر، ومنهم اجيب ال اس 1 واجيب ال اس 2. فهو هو بالظبط نفس المساله اللي فاتت مع اختلاف شويه حاجات بس. ده كان السؤال الثالث. ماشي، السؤال الرابع بقى اللي هو المركب، اللي هو لما يكون عندي منحنى راسي مع منحنى عكسي. بيقول لي زعيم ان السرعه القصوى الحاليه الخط 80. ماشي، ومدي لك مش عارف ايه، وقال لك ان ليه 150 وعايز الكلام ده. طيب ايه هنا المعادله اللي تحكمني؟ المعادله هنا اللي تحكمني ان ال اس 2 على الاثنين زائد ال فيرتيكال على الاثنين تكون اقل من كام؟ اقل من 70 متر. طيب هروح اعمل الكلام ده بالظبط. طيب بعمل انا ايه بقى؟ اول حاجه بحطها اللي هي الاي بتاعتي بحطها ب 150، يبقى انا بتاعتي الاي بتاعتي 150، وعندي هنا نص قطر مرتين 1250 و1400، هنستخدم انهي نص قطر؟ الصغير. طالما استخدمنا ار 2 اللي هو الصغيره يعني، فيبقى ال 150 دي اللي هي اي 2. ماشي، هجيب منها في فيوتشر واتاكد ان هي اكبر من ال 80، وبعد كده اروح اجيب اي 1 فيوتشر. خلاص تمام كده، انا جبت اي 1 فيوتشر و2 فيوتشر. اروح اجيب ال اس 1 اللي هي 10 في الفي اف في الاي 1 على 1000. طب ليه ما جبتش ال اس 2؟ لان انا ما يهمنيش ال اس 2 لان هي بعيده عن ال في اساسا، انا اللي يهمني اللي هي جنب ال فيرتيكال اللي هي ال اس 1. طيب اروح اجيب ال اس 1 واروح اجيب ال اللي فيرتيكال، تجيب ازاي ال فيرتيكال اللي هي 4 من 10 في تربيع في الدلتا جي، طلعت اقل من ال 20 متر، يبقى لا ناخد المينيمم بتاعنا اللي هو 20 متر. اروح بقى اتاكد ان ال اس على الاثنين زائد ال فيرتيكال على الاثنين اقل من 70، ايه ده طلعت اكبر من 70، يبقى نروح نعمل ايه؟ نروح نجيب ال اس مينيمم وال فيرتيكال مينيمم على الاثنين، ولازم يطلع ايه؟ اقل من 70، هيطلع برضه اكبر من 70. ساعتها بقى نخليها معادله في مجهول واحد اللي هي ال اس 1 زائد ال فيرتيكال على الاثنين بتساوي 70. نفك ال اس 1 نخليها فانكشن في الفي فيوتشر. طيب ونفك ال ال في برضه نخليها فانكشن في الفي فيوتشر. ازاي؟ اللي هي 4 من 10 في تربيع في اف تربيع يعني في الدلتا جي. اجيب من هنا في فيوتشر اتاكد ان هي اكبر من 80. بس كده جبت الفي فيوتشر، بقى اروح اجيب ال ال في عادي جدا واروح اجيب ال اس 1. طيب هروح اجيب ال في اللي فيرتيكال هلاقي اقل من ال 20 متر، هروح واخدها بكام؟ ب 20 متر. طيب وانا عارف ان ال اس مينيمم اللي انا عارف ان ال اس على الاثنين زائد ال فيرتيكال على الاثنين بيساوي 70. اروح جايب من هنا ال اس بتاعتي. خلاص كده جبت ال اس وجبت ال فيرتيكال، خلاص ده كان المطلوب مني. طيب اخر سؤال بقى كان على اخر حاجه احنا طبقنا عليها، اللي هو لما ما يكونش عندي ايه خالص، لما يكون عندي الايه بصفر. طيب ايه بقى السؤال بتاعي؟ السؤال عندي ان هو بيقول لي هنا احسب لي اقل نص قطر جزء دائري لخط فرعي مش عارف ايه الكلام ده كله، جه قال لي في الاخر ايه بقى؟ قال لي ان انحدار الحاكم الخط 2.5 من 1000، وطبعا انا عارف ان الايه ماكسيمم بالـ 0.65 والدلتا ايه ماكسيمم ب 7 من 10. ماشي، قال لي ان سرعه القطارات 50 كيلو متر في الساعه. تمام، عرفت منين بقى اللي انا هحل بالطريقه اللي انا قلت عليها؟ انه لازم يقول لي ان الايه بتاعتي بتساوي صفر. هنا هو قال لي انه لا ينفذ ارتفاع ظهر عن بطن، فبالتالي الايه بتاعتي بتساوي صفر. طيب اول حاجه بحتاجها ايه؟ محتاج اعرف الاول الاليفيشن اساسا اللي انا عايزه. نفهم هو هنا ايه ليه اساسا؟ قال لي ان ارتفاع الجبريت 6 متر. ايه الجبريت ده اساسا؟ الجبريت ده اللي هو المسافه بين القضيب بتاع القطر بتاعي، يعني من تحت خالص من تحت القطر لحد المسافه اللي هي نهايه القطر خالص، يعني انا من القطر من فوق بسيب كفر او بسيب حاجه من فوق يعني سماحيه، فالمسافه دي بتكون 6 متر. فهو انا يعني من الاخر ارتفاع القطر بالقضيب بالكلام ده كله 6 متر. طيب يبقى انا كده الجي بتاعتي ب 6 متر؟ لا، اشوف الاول هو قايل لي ايه؟ قايل لي ان انا في كوبري اساسا هعمله فوق القطر ده، يعني انا في قطر رئيسي بيعدي من تحت وهعمل كوبري من فوقيه هيعدي منه ايه؟ القطر بتاع القطر الفرعي. طيب قايل لي بقى؟ قايل لي والارتفاع من سطح الاضبان للخط الفرعي ومن قاع سقف الكوبري العلوي 1.5 متر، يعني من بعد 6 متر دي قست مسافه ثانيه 1.5 متر لحد ايه بقى؟ لحد سطح الاضبان للخط الفرعي، يعني انا كده الارتفاع التوتال بتاعي كام؟ 6 متر زائد 1.5 متر اللي هو 7.5 متر، يبقى انا كده الجي بتاعتي 7.5 متر. طيب يبقى انا اول حاجه هعملها ايه؟ الايه ماكسيمم بتاعتي، يبقى الايه بتاعتي
طبعا هنا مش طولتين في 0.65، في الشيت احنا استخدمنا الطولتين عشان هو قال لك ان هنا لا هنستخدم 0.65 على طول، فالاي بتاعتي اللي هي 0.65 بتساوي في تربيع على 12.96 ار، من هنا اقدر اجيب الار بتاعتي. وهنا عندي اساسا كام ار؟ هي ار واحده بس للمساله كلها، فبالتالي ما عنديش غير مجهول واحد. خلاص اديني جبت ار من اول معادله، اروح بقى لتاني معادله اللي هو الدلتا الاي ماكسيمم بتساوي 7 من 10، مش طولتين برضه، هعوض الدلتا الاي ماكسيمم بتساوي في تربيع على في تربيع دلتا كي على 12.960. طيب الدلتا كي بقى بتاعتي بتساوي ايه؟ انا بطبع بين انهي حاجه؟ ادي اهو الكيرف اللي نازل وادي الكيرف اللي طالع، ومفيش بينهم مسافه ثابته او مسافه افقيه، يبقى كده خلاص هطبق عادي الدلتا ايه بتاعتي. طيب الدلتا كي بتاعتي بتساوي 2000 على ار، اللي هي 1000 على ار زائد 1000 على ار، من هنا اقدر اجيب ار بتاعتي. طيب ناقص لي بقى اخر معادله اللي هي بتاعت الانحدار الحاكم. طيب انا عندي الجي قانونها بيساوي ايه؟ ار جي زائد السي ناقص ار سي على 1000 في الهوريزونتال ديستانس. طب الجي احنا قلنا عليها بكام؟ اللي هو الارتفاع ب 7.5، بتساوي ار جي زائد السي اللي هو ب 2.5 ناقص الار سي اقل ان هي 500 على الار على 1000 في الهوريزونتال ديستانس. عايز اجيب بقى المسافه اللي انا مشيتها من ايه لحد بي. طب المسافه انا عارف ان المسافه بتاعت الكيرف دي بتساوي ايه؟ الار في السيتا. طب الار بتاعتي اللي هي ثابته اللي هو الار، طب السيتا من هنا لهنا كانت السيتا ب 60، ومن هنا لحد بي كانت السيتا ب 150، يبقى السيتا توتال بكام؟ ب 210. يبقى ده هضرب في 210 على 100 باي على 180 في ار، من هنا اقدر اجيب الار. كده انا جبت 3 ار، اول ار جبتها ب 445، ثاني ار ب 800، ثالث ار ب 1000. يبقى انا هستخدم اكبر ار فيهم اللي هي بكام؟ اللي هي ب 1018. طيب بعد ما جبت الار بقى اللي هي 1018 كان طالب مني ار جي زائد السي. طب ما هو الار جي زائد السي ما هي جيفن اساسا اللي هي ب 2.5%. طب ما هي ممكن تتغير، ليه ممكن تتغير؟ في ملحوظه انا قلتها، لو احنا الار ماكسيمم دي كانت طالعه من الكونديشن بتاع الاي او كونديشن بتاع الدلتا اي، ساعتها كنت اروح اعوض في المعادله بتاعت الار جي زائد السي دي بالار اللي انا جبتها واجيب ار جي زائد السي جديده. لكن هنا الار ماكسيمم بتاعتي جبتها من المعادله بتاعت الار جي زائد السي، فالار جي زائد السي ما اتغيرتش. لكن في نماذج مثلا لما تيجي تجيب ار ماكسيمم مش هتطلع من المعادله دي، هتطلع من المعادله بتاعت الدلتا اي او اي، ساعتها يبقى الار جي زائد السي بتاعتنا هتتغير بان احنا هنستخدم الار الجديده بتاعتنا. فكده الحمد لله احنا خلصنا الشيت المطلوب مننا، والشيت اللي هو اتحل في السكاشن وكل حاجه خاصه بالشابتر ده. فالشابتر ده والله هو مش صعب، هو بس قوانينه كتيره في الاول، لكن لو انت دخلته في المسائل وشفته هتلاقي قوانين كتيره متكرره ومش عارف ايه، وهي الازمه كلها بس في الرسم، وان شاء الله برده مع التكرار الرسم ده مش هيكون في ازمه يعني. وبالنسبه لايه تاني؟ بالنسبه للقوانين، في قوانين كمان هتكون جيفن، هينزل لنا ورقه يعني بالقوانين الجيفن، لكن لحد كده كده كويز يعني هيكون اظن هينزل لنا الورقه بالكويز يعني. لكن لحد دلوقتي احنا الحمد لله يعني خلصنا، وزي ما قلت هو كذا فكره بس. المنحنات الراسيه، المنحنات الافقيه بقى لما يكون عندي سبايرال كيرف او منحنى مركب، او لما يحط لي بقى حاجه راسيه مع حاجه افقيه، او لما يحط لي اساسا حاجه وما فيهاش الاي بتاعتي، فلو عندي اي بتاعتي بتساوي صفر فانا عارف في ثلاثه كونديشن بمشي وراهم وبطلع الكلام ده. عندي بقى سبايرال كيرف مش عارف راسي ما افقي، هي معادله واحده اللي بستخدمها في الاول، ان انا بحط الاي ب 150 وبجيب ار مينيمم ومنها اجيب في فيوتشر، اتاكد ان هي اكبر من في اللي موجوده دلوقتي، وابدا اشتغل بقى اجيب ال اس واجيب الشيفت بتاعي. فهو الشابتر بس يبان صعب في الاول، لكن لو حليته المسائل دي يعني مع مسائل الشيت اللي انا حليتها، فان شاء الله الدنيا تطلع تمام يعني. انا مش عارف انا تقريبا طولت يعني في الفيديو ده، بس انا حاولت اقول كل حاجه في الفيديو يعني شرح، فالحمد لله احنا كده خلصنا كل حاجه تخص الشابتر ده يعني من افكار ومسائل الشيت، فان شاء الله يطلع الشابتر ده تمام مفيش فيه مشاكل يعني. السلام عليكم.